يا صباح الخير والجمال والسعادة على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكل حضراتكم وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. بطبيعة الحال بنعمل كالمعتاد، قلبنا خلاص صفحة كأس العالم للأندية، ويمكن مش هنرجع لها غير أحيانا عشان ناخد عظة وعبرة من أمور معينة لازم نتوقف أمامها عشان نستفيد منها في اللي جاي إن شاء الله. قلبنا الصفحة دي لكن فتحنا صفحتين جداد، صفحة محلية وصفحة إفريقية. الأهلي قدامه مشوار طويل، ولكن إن شاء الله إن شاء الله المشوار ده يكلل في نهايته بالنجاح. صباح الفل على كل حضراتكم، وصباح الفل على تيانا هوا. بونجور، صباح الهنا صباح الهنا والخير وكل حاجة حلوة على حضراتكم من كل مكان في العالم بيتابعونا في 10 الصبح في الأهلي. وجماهير الأهلي الكبيرة والعظيمة واللي عددها كبير جدا والمشرفانة في كل مكان حقيقي. النهارده حلقه جديده وتاني ايام الاسبوع و10 الصبح في الاهلي، وبطبيعه الحال بيكون معانا اخبار جديده وكمان اخبار حلوه النهارده معانا خاصه عن الرياضات المختلفه، وكمان اكيد هيكون بطبيعه الحال معانا ضيوف مختلفين. خلينا ننوه عنهم سريعا، هيكون معانا فقره اولى الاستاذه والصديقه العزيزه منى عمر الناقده الرياضيه، وهنتكلم بقى عن ملف الكره العالميه والدوريات المختلفه ونتكلم شويه تفاصيل وكواليس واسعار وحاجات زي كده. فقره ثانيه هيكون معانا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي، وهنتكلم تحديدا عن الألعاب الأخرى، وهيكون في فقرة طبية أخيرة مسجلة هتكون مع دكتور باهر السعيد، وطبعا ملف طبي مختلف أكيد برضو بيفيد حضراتكم. نخش بقى زي ما أنت قلت يا كريم في المهم، وخلي دخلتنا بالتهنئة لسه إيه؟ لك خلي دخلتنا تبقى بالتهنئة بسلامة الوصول بحمد الله إلى أرض الوطن. الحمد لله، طبعا البعثة وصلت طبعا بالسلامة. وصلت الحمد لله بعثة النادي الأهلي بعد طبعا ما انتهت من مشاركتها في المونديال في المغرب. طبعا بنقول لهم مليون حمد لله على السلامه، كانت مشاركه طيبه الى حد كبير في مونديال كاس العالم. وزي ما قلنا امبارح احنا بنقلب الصفحه وبنفكر في اللي جاي. الاهلي عنده زي ما كنت بقول لكم من شويه مجموعه مواجهات مهمه جدا امام فريق الهلال السوداني في السودان يوم 18 فبراير ان شاء الله. طبعا دي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني للفريق يعني ادى للاعبين راحه سلبيه لمده 48 ساعه، وان شاء الله هيستأنف الفريق تدريباته صباح يوم الاربعاء الجاي، ومن المفترض ان الفريق هيسافر للسودان يوم 16 فبراير. ان شاء الله تكون البدايه موفقه افريقيا باذن الله. برضو شويه تفاصيل تهم حضراتكم ان انتوا تبقوا عارفينها، يعني الماتش او ماتش الاهلي والهلال تحديدا هيغيب عنه خالد عبد الفتاح، ده بسبب طبعا الطرد اللي حصل يعني في لقاء فلامينجو، وده طبقا للوائح ما حدش يقدر يعترض هنا. يعني برضو خليني اقول لحضراتكم احنا هنقول لكم برنامج الفريق الفتره اللي جايه. عندنا مواجهات مهمه جدا زي ما كريم كان بيقول افريقيا ومحليا، ومفترض كمان بعثه الفريق اللي هتخوض مباراه الهلال في السودان ان هي يوم 18 فبراير تحديدا هترجع بقى بعد انتهاء المباراه مباشره، هيروحوا على اسوان وهتقيم البعثه باسوان لمده 48 ساعه تحديدا عشان يستعدوا بعد كده لمباراه اسوان، واللي هتكون برضو مباراه كريم قويه، مباراه تقيله تاني. فريق اسوان فعلا هذا الموسم قوي جدا، حتى لو احنا بنتكلم ان كان في صفقات وفي تغيير زي ما بيتقال كده كامل للفريق، بس مش مهم يعني التغييرات دي انت معاها او ضدها، بس هذا الفريق بيعمل شغل محترم على الارض حتى وان كان ترتيبه في الدوري يا كريم مش الافضل. بس انا مش بتكلم بس عن النتيجه، انا بتكلم عن الاداء. اسوان قدرت ان هي في كذا مباراه تلفت نظر الجميع، اللعيبه حتى ابتدوا ان هم لا تركز معاهم، ففعلا اسوان عامله شغل كويس جدا. بالتوفيق اكيد ليها بنتكلم، بس اكيد في الاول في الاخر برضو احنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي ده بطبيعه الحال. هيكون امتى؟ هيكون يوم 21 فبراير، ده ضمن منافسات الدوري الممتاز زي ما احنا كلنا متابعين. طيب احنا عندنا ضغط جدا، خلينا برضو نتكلم بصراحه، عندنا ضغط ماتشات وعندنا مؤجلات من الدوري المحلي، ده غير ماتشات طبعا دوري ابطال افريقيا، فهي هتبقى فتره مش سهله، يعني لازم برضو نبقى عارفين هي فتره اكيد مش هتكون سهله، وما عندناش وقت يعني خلينا كده غير اننا نستعد للي جاي، نركز كويس جدا في اللي جاي، عشان كده لازم نكون كمان داعمين بشكل كبير لفريقنا. عايزين بقى خلاص ملف زي ما كريم قال وزي ما احنا بنقول وزي ما قلنا قبل كده، نقفل ملف المونديال ونركز في اللي جاي، ومش بنقفله واحنا زعلانين على فكره، احنا بنقفله وبنركز في اللي جاي، لان احنا الحمد لله مكملين في سلسله الانتصارات اللي النادي الاهلي بيحققها حتى لو كان ايه. فحلو جدا واللي جاي ان شاء الله، بس طبعا هنتكلم بالتفاصيل يا كريم، معانا ملفات مهمه جدا على مدار الحلقه النهارده ان شاء الله. مبدئيا خلينا نطمن برضو حضراتكم على عمرو السولية، وهو طبعا بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي بعد العودة إلى القاهرة للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة. الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الفني، عفوا رئيس الجهاز الطبي، قال إن السولية مستمر
في تنفيذ برنامجه العلاجي والتدريبي على مدى الأيام المقبلة، وهيخضع لفحص طبي في تدريبات الفريق يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله، طبعا لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا. كمان الجهاز الفني بقيادة مستر كولر اجتمع امبارح مع الدكتور أحمد أبو عبلة عشان يطمن بشكل عام على حالة اللعيبة كلهم بعد انتهاء طبعا مشوار الفريق في كأس العالم للأندية، وتم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق أكيد مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة للتخلص من الإجهادات العضلية. طبعا يعني ليهم حق يبقوا مجهدين على كل الأصعدة مش بس عضليا، ضغط مباريات، تنقلات في بطولة كأس العالم للأندية، سفر من هنا لهنا استعدادا طبعا كمان للسودان والسفر للسودان. الحقيقة كل اللعيبة بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، ماتشات ورا بعض وسفر من مدينة لمدينة، ويعني الحاجات دي تبقى مجهدة. يعني المجهود اللي بيبذل مش بس في أرض الملعب أثناء الفعاليات بتاعة المباريات، لا ده عشان توصل لمرحلة أرضية الملعب دي في بعض الأحيان بيضطروا يسافروا عدد طويل جدا من الساعات، فربنا يعينهم إن شاء الله، بس هم أكيد قدها وقدود. طبعا كان انت بتقوله ده صحيح جدا، وزي ما احنا بنتكلم بيبقى جزء برضو من الضغوطات اللي بتعرض ليها اللعيبه كريم طبعا، يعني السفر وغيره. بس هنرجع نقول يعني خلاص دلوقتي انت عديت المرحله دي، او فكره الاحتراف، او فكره ان انت بطبيعه الحال رقم واحد وبتشارك في كل البطولات، فيعني بالتالي الاهلي واخد على كده، فيعني ربنا اكيد يكون في عونهم، بس احنا شايفين ان هم قدها باذن الله الفتره اللي جايه. خلينا نروح برضو نكمل. مصر بتستضيف على مستوى هنا كرة القدم بطولة مهمة جدا واحنا بنتابعها مع حضراتكم بقالنا فترة، هي كأس الأمم الإفريقية للشباب في الفترة امتى؟ من يوم 19 لغاية 11 مارس، من 19 فبراير لغاية 11 مارس. طيب دي هتكون المؤهلة مفروض لبطولة كأس العالم للشباب اللي هيكون امتى؟ هيكون في يونيو المقبل بإذن الله، وطبعا بيشارك فيها منتخب مصر لتحديدا مواليد 2003 بقيادة كابتن محمود جابر، واللي خاض أكتر من معسكر لحد دلوقتي ومنطمن حضراتكم استعدادا للبطولة. بيقيم حاليا برضو معسكر أخير وبالقاهرة هيكون حتى انطلاق البطولة، وخاض كمان المنتخب كان العديد من الوديات الفترة اللي فاتت، ده بيبقى مهم جدا، ده بيبقى مهم جدا للاستعداد ولكمان الفريق بتاعنا. وخاض مفروض كمان يوم الجمعة اللي فاتت كانت مباراة ودية أمام جنوب السودان وفاز فيها كان بهدف نظيف، برضو كانت مباراة جميلة جدا. وهيختتم بقى ودياته النهاردة أمام أوغندا، وبعد كده زي ما احنا عارفين أو طبعا يعني منتخب مصر للشباب موجود في مجموعة برضو يا كريم قوية. لو انت بصيت واحنا عرضنا برضو المجموعة، عندك موزمبيق، عندك نيجيريا، وعندك السنغال، يعني اعتقد برضو يعني مجموعة مش سهلة. ومباراة المباراة الافتتاح هتكون يوم 19 فبراير الجاري بالسد القاهرة بين منتخب مصر وموزمبيق، فبنقول بالتوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، يعني هتبقى برضو حاجة ممتعة وحاجة طبعًا مبشرة طبعًا لقدام طبعًا. يعني فربنا يوفقنا. خلي بالك احنا لازم يكون عيننا على المراحل السنية طبعًا دي، عشان هي دي اللي المفترض ان شاء الله اللي هتكون نواة للمستقبل، فكل ما تكون النواة دي مغروسة بشكل مظبوط ويعني ونضج بما يكفي، أكيد ده في مصلحة كرة القدم المصرية بشكل عام بغض النظر حتى عن الفرق والانتماءات. فيما يتعلق بقى بكرة القدم النسائية، عايزين نعرف حضراتكم أن اختار محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية قائمة بتضم 24 لاعبة للدخول في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 17 من فبراير الجاري قبل السفر إلى لبنان. طب هم مسافرين لبنان ليه؟ مسافرين عشان هيخوضوا مباراتين ودياتين، تلبية منهم لدعوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم اللي طلب منهم إن هم يخوضوا المواجهتين الودياتين دول خلال فترة التوقف بين يومي 19 و 22 فبراير، وبرضو أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. أنا طبعا مش هتكلم كتير على كرة القدم النسائية، لكن خلينا نقول حتى هذه اللحظة طبعا هو في تغيير في الثقافة من زمان. يعني أنا كنت اتكلمت معاك قبل كده، طبعا زمان منتخب مصر للسيدات أو للبنات يعني اللي كان تحت قيادة سحر الهواري، وقعدوا يلعبوا فترة وحققوا إلى حد ما حاجة يا كريم، بس لسه كانت الثقافة ما تغيرتش قوي. بس أنت بتيجي تتكلم تحديدا عن كرة القدم النسائية برضو لسه ما خدتش الحق أو الاهتمام المرجو. نتمنى على الصعيد ده يبقى فيه اهتمام أكتر بكرة القدم النسائية، لأن خلي بال حضراتكم إحنا عندنا لاعبات كتيرة جدا بجد محترفين في أندية كبيرة عالميا، فيمكن بس المعلومات دي مش واصلة، أو يمكن التغطية الإعلامية ليست بكافية، لكن احنا عندنا ده. وفي نفس الوقت ما تيجي تتكلم عن الأكاديميات كمان المختلفة في النوادي الكبيرة زي النادي الأهلي، واحنا عملنا تقرير قبل كده هناك، وأكاديميات كرة القدم النسائية، وبتبتدي بقى من الموضوع من الصفر، وبعد كده تبدأ طبعا كناشئين وكفريق أول بإذن الله، فكل ده بيفرق بشكل كبير جدا وبيصب في صالح المنتخب، فملف لازم برضو يتم الاهتمام بيه. على فكرة في كوادر كبيرة قوي وفي كوادر حلوة كتير
كره القدم النسائيه بيلعبوا احسن من الولاد على فكره والله العظيم بتكلم بجد يعني. طيب تعالوا نروح لبرضو مشاركات مختلفة. بنتكلم هنا عن المشاركات المتنوعة للألعاب الأخرى تحديدا في البطولات الدولية، واللي احنا بنتكلم عنها يمكن أنا وكريم هنا تحديدا في البرنامج كل يوم. امبارح غادرت بعثة المنتخب المصري الأول للريشة الطايرة القاهرة متوجهة لجنوب إفريقيا عشان يشاركوا في بطولة إفريقيا للفردي والفرق، واللي هتقام خلال الفترة بنتكلم من 13 لغاية 19 فبراير. طيب بالمناسبة خليني أقول لحضراتكم، احنا السنة الجاية بإذن الله هننظم في مصر بطولة افريقيا للكبار، المقرر ان هي هتكون من شهر بقى وهتكون برضو في شهر فبراير 2024. ومصر كمان لو هنرجع لورا شوية سبق وقامت بتنظيم بطولة مصر الدولية في شهر كان اكتوبر الماضي، وغطينا احنا برضو هذه البطولة في 10 الصبح في الاهلي. طيب احنا بنتكلم النسخة كام، كانت النسخة السادسة بعد غياب كان طبعا عامين بسبب فيروس كورونا، وحصل عندنا الزوجي احمد صلاح وادهم حاتم على الميدالية البرونزية كمان في البطولة. فانت مش بتنظم بس، انت كمان بتحصل على بطولة او على عفوا على يعني ميداليات، فدي حاجه اكيد محترمه. برضو الجودو في مصر ابتدت تبقى فيه طفره ملحوظه في الفتره والاونه الاخيره، يعني في الجودو حقق عبد الرحمن عبد الغني لاعب منتخب مصر للجودو المركز الثاني والميداليه الفضيه خلال مشاركته في منافسات وزن 81 كيلو في بطوله اوروبا المفتوحه المقامه حاليا في بلغاريا. عبد الرحمن خسر قدام بطل جورجيا في المباراه النهائيه ليتوج بعدها بالمركز الثاني بطبيعه الحال، لكن الجدير بالذكر ان عبد الرحمن حقق في مشواره في البطوله دي فوز في عده لقاءات في منتهى الاهميه، فاز على بطل جورجيا في دور ال 32، وبعدها فاز على بطل فرنسا في دور ال 16، وبعدها فاز على بطل البوسنه والهرسك في الدور ربع النهائي، وفاز على بطل كازاخستان. طبعا هذا اللاعب عنده 24 سنه ويعتبر واحد من اللاعبين الواعدين جدا الحقيقه في الجودو المصري. كمان ضمن منافسات نفس البطوله، ويمكن كنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح في هذا الامر، امبارح فاز يسري سامي صاحب ال 19 سنه بالمركز الثاني والميداليه الفضيه في منافسات وزن 60 كيلو جرام، يعني حققنا لغايه دلوقتي يعني ميداليتين فضيتين في هذه البطوله، واكيد ان شاء الله هيكون في المزيد من الميداليات في يعني ان شاء الله خلال الايام القادمه. تهنئه لكل ابطالنا المصريين اللي بيشرفونا في كل المحافل الدوليه، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد باذن الله. طيب درجات الحراره هنروح فاصل نرجع نكمل اخبارنا مع حضراتكم، خليكم معانا. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. خلونا يا حضرات نتعرف على آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. هنا موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا هنا، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما قلت يا كريم هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وبعثة النادي الأهلي وصلت القاهرة أمس، لكن بقى قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق إعطاء اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يستأنفوا تدريباتهم يوم الأربعاء القادم ويبدأوا بقى الاستعداد للمرحلة المقبلة. أول مباراة ليهم بالتحديد هتكون يوم 18 فبراير، هتكون أمام فريق الهلال السوداني في السودان ضمن منافسات بقى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني خلاص بقى النادي الأهلي هيغلق صفحة كأس العالم للأندية ويبدأ يركز في المرحلة القادمة. عندنا مباريات مهمة سواء في بطولة إفريقيا أو بطولة الدوري، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن شباب 2001 بالنادي الأهلي فقدروا أمس يحققوا فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ده كان ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري الجمهورية. الحقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب علي عمرو واللاعب شادي رضوان، وبهذا الفوز بقى يكون رفع النادي الأهلي نقاطه ل 41 نقطة متصدر جدول الترتيب. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء وبنتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة القادمة. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ورجال الماسترز. رجال كرة الطايرة بالنادي الأهلي النهاردة هيكون عندهم مباراة مهمة، مباراة سامي فاينل كأس سوبر المصري، مباراة هتكون أمام فريق طلائع الجيش. يعني خليني أفكر حضراتكم بقى بنظام البطولة اللي طبعا بتقام لأول مرة في تاريخ كرة الطائرة المصرية. نظام البطولة بيقام من دور واحد، أربع فرق بيلعبوا بعض، نادي الأهلي، نادي الزمالك، الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش، وبيتم بقى ترتيب الأربع فرق. طبعا النادي الأهلي تصدر الترتيب كالعادة، فواجه بقى المركز الرابع طلائع الجيش، والاتحاد هيواجه الزمالك،
الزمالك. نتمنى طبعا كل التوفيق لرجال الماسترز، ان شاء الله بقى يقدروا يحجزوا مقعد في المباراه النهائيه غدا ويفوزوا النهارده. اما عن سيدات كره الطايره فهيستأنفوا تدريباتهم النهارده بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني للاعبات بقياده طبعا كابتن حمدي الصافي. بداوا بقى يستعدوا للمباراه القادمه، وطبعا دي هتكون اول مباراه بعد الاستئناف، هتكون بدايه بقى سامي فاينلز بطوله الدوري يوم الخميس القادم امام فريق الشمس. المباراه هتقام في الاسكندريه بالتحديد على صاله الاتحاد السكندري الساعه 2 الظهر. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب، فتيات كره الطايره بالنادي الاهلي. كمان بقى شباب وشابات كرة الطايرة بالنادي الأهلي امبارح كان عندهم مباريات في بطولة الجمهورية، قدروا يفوزوا الحقيقة فيها بنتيجة 3-0. يعني هتكلم بالتحديد عن شباب كرة الطايرة 19 سنة قدروا يحققوا فوز على سموحة بنتيجة 3-0، وكمان شابات النادي الأهلي 18 سنة قدروا يحققوا فوز على فريق صيد القطامية أيضا بنتيجة 3-0. وطبعا هو ده النادي الأهلي، يعني سواء شباب وشابات أو الفريق الأول كله بينافس على الفوز في جميع المباريات. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد بيتأهلوا لربع نهائي بطولة كاس مصر، ده طبعا بعد فوزهم أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 39-22. مباراة كانت بتقام على صالة اتحاد الشرطة. رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يسيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها عشان بقى يحجزوا مقعد في ربع نهائي كاس مصر. رجال كرة اليد هيواجهوا فريق هليوبلس في ربع النهائي، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا بقى الحديث عن كرة اليد، خلونا دلوقتي نروح لسيدات كرة اليد اللي بيواصلوا تدريباتهم النهاردة استعدادا للمباراة القادمة. المباراة القادمة هتكون أمام فريق سموحة يوم الجمعة القادم. وخليني بقول لكم أنه سيدات كرة اليد الحقيقة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، محققين سلسلة من الانتصارات، 6 انتصارات على التوالي. إن شاء الله بقى يوم الجمعة القادم كمان يفوزوا على سموحة ويضيفوا مباراة كمان من سلسلة الانتصارات، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. في كمان اخر مباراه خليني افكر حضراتكم انهم قدروا يفوزوا على فريق الجزيره بنتيجه 27-14، يعني طبعا بفرق سكور، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره السله، وبعثه منتخبنا الوطني لسيدات كره السله بتغادر لاوغندا استعدادا طبعا لتصفيات بطوله الافرو باسكت. وبقى بتتزين قائمه منتخبنا الوطني بخماسي النادي الاهلي اللاعبه ثريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، مرال اشرف، ويارا اسامه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم ومنتخبنا الوطني، وان شاء الله بقى كالعاده يشرفوا اسم مصر زي ما عودونا دايما. يعني يا كريم والهوندي، دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي اسئله ولا استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، ونكمل بقى مع حضراتكم سلسله اخبار. تعالوا نروح بقى شويه للدوري الانجليزي. اللي فاز امبارح كان ماتش حلو قوي بصراحه، مانشستر سيتي واستون فيلا، كانت النتيجه 3-1، وشويه كان ده يعني متوقع لان كده كده يعني مانشستر سيتي زي ما حضراتكم عارفين هو متصدر، يعني تاني واحد في ترتيب، عندك ارسنال ب 51 نقطه، بعد كده مانشستر سيتي 48، بعد كده مانشستر يونايتد 46 نقطه بالتحديد. يعني طيب من الحاجات اللي حصلت امبارح ولفتت النظر هو تعرض هالاند لاعب طبعا مانشستر سيتي للإصابة، وزي ما قالت الصحف هناك عن الاصابه دي، هي قالت ان هي اصابه عضليه على مستوى الفخذ، وطبعا برده ما هياش اصابه بسيطه، واتعرض ليها في نهايه الشوط الاول بعد لما اتخبط في حارس استون فيلا، عشان كده قرر وقتها جوارديولا ان هو يستبدله بين الشوطين. طب بالمناسبه دي بقى تعالوا نروح شويه ارقام كده. الماتش ده وبلغه الارقام نقدر نقول ان هو يعني تحديدا لرياض محرز احرز فيه او تعادل فيه مع رقم اسطوره تشيلسي دروجبا ب 55 اسيست كاكثر لاعب افريقي صناعه للاهداف في تاريخ نتكلم البريميوم ليج، وده انجاز كبير جدا طبعا لرياض محرز. كمان نجح رياض محرز في صناعه اول اهداف السيتي ضد استون فيلا في الركنيه اللي كان حاولها بعد كده يعني من بدايه المباراه لهدف في الدقيقه تقريبا كانت الرابعه حاجه زي كانت في الدقيقه الاولى يعني انا مش فاكره بالظبط. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم برده كانت المباراه دي تحديدا كانت رقم 250 لجوارديولا في قياده مان سيتي في الدوري، يعني برده رقم كبير جدا، وبكده نقدر نقول ارتفع بقى رصيد مانشستر سيتي لاستعاده زي ما كنت بقول نغمه الانتصارات اللي كانت غايبه عنه فتره يعني الى حد كبير ل 48 نقطه من 22 مباراه، وزي ما كنت بتكلم هو دلوقتي الثاني في
الجدول. فالدوري الانجليزي كالعاده مش يعني ما فيش مفاجاه يعني حلو ويشدك وفي تنافسيه شديده جدا. واللي عاجبني كمان اداء لحد ما مانشستر يونايتد بس بتتكلم في الثالث يعني الترتيب 46 نقطه وده شويه انا من الناس ما كنتش متوقعاه. طبعا احنا هنتكلم فيه في الفقره الحواريه مع الناقده الرياضيه منى عمر ده الملف بتاعها. لكن مانشستر سيتي ما كانش فيه مؤشرات الى حد ما مش هقول لحد كبير ان هو هيقدر يكون الثالث لان وفقا للاخفاقات اللي كانت حاصله من البدايه وفقا للتغييرات اللي موجوده كانت في الاداره وحاجات كتيره. فبرضه يعتبر ده كويس كانجاز مانشستر يونايتد. يعني هنشوف لسه طبعا يعني الدوري الانجليزي يا كريم من الدوريات اللي يمكن تحسمها من البدايه صحيح وبالذات النسخة الحالية مليانة مفاجآت وكلها فعلا مفاجآت مدوية كلها حاجات غير متوقعة بالمرة. بالمناسبة يعني فكرة ان هالاند اصيب لان هو اصطدم بحد تاني المفروض نطمن على الحد التاني والله بكلمك بامانه دي نقطة طب حلوة طمنيني عليه يعني هالاند لا خوف عليه الحارس كويس حارس اصلا بقى لسه عايش يعني ده المفروض اللي يكتبوا الخبر ان نتيجة قر متواصل عليه هو اتعرض للاصابة لا بسم الله ما شاء الله عليه مش بني ادم باي حد من الاحوال. على كل الاحوال ده بالنسبة للبريمير ليج او الدوري الانجليزي. تعالوا بقى نروح للدوري الايطالي. حقق فريق يوفنتوس فوز مهم جدا على فيورنتينا بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة 22 من منافسات الدوري الايطالي. جاء هدف المباراة الوحيد عبر لاعب خط الوسط الفرنسي من ضربة رأسية. في الشوط الثاني سجل الصربي بلاهوفيتش هدف تم إلغائه وبعدها بشوية تم إلغاء هدف آخر للفريق المقابل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0. بالنتيجة دي بيظل طبعا أو بيحتل يوفنتوس المركز التاسع حاليا برصيد 29 نقطة فيما يعني يحتل فيورنتينا المركز 14 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة حتى هذه اللحظة. تعالى نختم بقى بالدوري الفرنسي اللي حقق فيها أنها تفوز كان قوي جدا وكان تقيل او ثمين زي ما بيتقال عليه على لوريان. ده كان بهدف وحيد ضمن مواجهات طبعا الجوله 23 بالدوري الفرنسي. حاجه كانت جميله جدا والاجمل ان شارك في المباراه المحترف المصري مصطفى محمد. وبنفخر باي لاعب بجد مصري بيروح وبيحترف في الخارج وبيبدع في الخارج مهما كان. بجد مصطفى محمد من اللعيبه الحلوه جدا طبعاً واللي بجد اثبتت نفسها بشكل كبير جدا. الهدف كان في الدقيقه تحديدا ال 66 خليني اقول لحضراتكم التسديده كانت قويه جدا. وبكده نقدر نقول بقى بلغه الارقام رفع نانت رصيده للنقطه 28 في المركز الثالث 13 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي. هو بعيد قوي برضه وتوقف رصيد لوريان عند 36 نقطه ده في المركز الثامن. وبطبيعه الحال بيتصدر باريس سان جيرمان برصيد 54 نقطه. الدوري الفرنسي بقى قبل ما نختم بس الملف ده من الدوريات اللي انا بشوفها ممله جدا فعلا قول لي ليه يعني برغم الصرف اللي صارفينه باريس سان جيرمان. ما انا هقول لك ما هي دي النقطه. باريس سان جيرمان هو دايما المهيمن على الدوري الفرنسي. هو زي ما بيتقال كده بينافس نفسه. فلما تيجي تلاقي ان انت بتروح لدوري وتتفرج عليه ودوري مصروف عليه بشكل كبير مش بس على بي اس جي على انديه كتيره يا كريم لكن ما فيش نتيجه لده. يعني دايما بي اس جي في الصداره والفارق ما بينه وما بين الثاني بيبقى بعيد قوي. حتى اسماء الانديه هناك ما فيهاش اللعيبه اللي هي ذات ثقل زي ما بيتقال ان هي تقدر تادي بشكل كبير. ففعلا بي اس جي انا بحس ان هو مع احترامي طبعا لكل الانديه الفرنسيه لكن ما فيش تنافسيه كبيره في الدوري الفرنسي عكس تماما الدوري الانجليزي. بقول لك على حاجه والله عكس شويه برضو الدوري المصري لو هنتكلم والله العظيم انا مش ببالغ يعني عندنا برضو عندنا فرق ما كانتش اصلا في الترتيب ابتدت تطلع. شفنا فيوتشر شفنا اسوان لعبت كم ماتش كان جميل جدا. يعني في شغل في انديه كانت المفروض بتتصدر دايما المركز الثاني نزلت السادس. يعني شفنا في حاجه في سسبنس. لكن الدوري الفرنسي شويه الكوره حلوه طبعا مش هنقدر نتكلم لكن اللي زي ما تقول النتائج محسومه. لا وانت قلتي جمله صح قوي فكره ان بي اس جي بينافس نفسه ودي حقيقه. ما هي دي النقطه يعني بقى. وبطبيعه الحال لازم يبقى هو اللي مسيطر ومهيمن لان الحقيقه الجاب كبير جدا بين كاتبته وبين اي كتيبه ثانيه موجوده في اي نادي منافس. فالعادي انه يبقى الوضع على ما هو عليه. على كل الاحوال تعالوا بقى نعمل الحاجه اللي ساعات ما بيبقاش عندنا مساحه وقت نعملها مع انها حاجه مهمه جدا الحقيقه. فكره ان احنا نتعرف على مجموعه جديده من التمرينات الرياضيه اللي ممكن اي واحد فينا يعملها بمنتهى البساطه والاريحيه في بيته في مكتبه في اي مكان. لا محتاجه اشتراك في جيم ولا محتاجه ان انت تروح لها نادي. محتاجه تتحرك بس هز نفسك وربنا هيكرم. هنتابع مع حضراتكم مجموعه من التمارين الجديده مع كابتن احمد عوض وهو مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره. هنشوف معاكم التمرينات ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذه منى في اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير على المشاهدين وجماهير الاهلي العظيمه.
النهارده هنعمل تمارين بسيطه خالص بعد ما يكون سخنا وعملنا تمارين الاحماء بتاعتنا، اهم حاجه جسمي يبقى صح. هنعمل تمارين لمنطقه البطن السفلى اللي هي الجناب من تحت مع البطن السفلى، تمارين بسيطه خالص هنعملها مع بعض واحده واحده كده. هنبتدي من ليفل قليل لغايه لما نعنى بالليفل، تمام؟ ماشي في المكان، هثبت على رجل واحده، الركبه اللي انا واقف عليها تبقى متنيه سنه صغيره، رجلي الثانيه هطلع بركبتي لفوق وانزل، اطلع لغايه لما اقدر، يعني مش لازم اطلع لفوق قوي، اطلع ممكن هاف. هعمل 8 مرات، 4 3 2 1، الثانيه 1 2 3 4 كمان 4، اشد بطني وانا شغال، 8 برضو تاني كمان 4 تانية 4 كمان 2، هقفل صدري مع ركبتي في نفس المكان وايدي جنبي 8 عدات، واحدة كمان تانية 8 7 6 5 4 3 2، ماشي في المكان. هنبتدي نعمل بقى ركبة مع كوع، 1 2 3، مش بطني مشدودة، 2 1 تانية 1 2 3 4 4 3 2 تاني 1 2 3 4 4 3 2، الرجل الثانية 1 2 3 4 4 3 2 1، ماشي في المكان. هنبتدي نعمل ركبة للجنب من بره لجوه، 3 4 5 6 7 8، الثانية 1 2 3 4 5 6، بطني مشدودة، تانية 1 2 3 4، برافو، 3 2 التانية 1 2 3 4 كمان، ماشي في المكان. هنعمل كوع عكس ركبة تاني، يلا ها، 1 2، قربهم من بعض، لف وسطي معايا كده، انا شغل البطن الجانبيه والبطن السفلى مع بعض، 2 اعكس، 1 2 3 4 5 6 7، ثانيه 2 4 6، الثانيه 2 3، برافو، ماشي في المكان. كده انا شغلت بطني الجانبيه والبطن السفلى مع بعض. هنعمل اخر حاجه 8 عدات، بعد كده ماشي في المكان 8 عدات تاني. ريدي؟ هنعمل يمين شمال، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشي في المكان. اخر واحده بطني مشدوده، 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشي في المكان. نفس جامد، طلع النفس تاني فوق، اميل لورا سنه صغيره عشان اعمل ستريتشنج لبطني، وبكده نكون خلصنا مع معلومات مفيده، تمارين جديده، الحلقه اللي جايه ان شاء الله.
طيب احنا عندنا اكيد ملفات كتيره جدا مهم ان احنا نتكلم فيها، اكيد اهمها استعدادات الاهلي للهلال السوداني، وكمان عندك استئناف بطوله دوري ابطال اوروبا وغيرها وغيرها من الملفات العالميه المختلفه، ومين يعني هيكون اهم وافضل من ان هو يكون معانا في الفقره دي؟ اكيد ضيفتنا وزميلتنا العزيزه جدا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. بونجور، صباح الهنا. وعندنا ملفات ودوريات كتيره حاليا مهمه جدا. أكيد منورانا، صباح الفل. ميرسي يا كريم. نبتدي بأني ملف فيهم؟ اللي يعجبك. أقول لك على حاجة، تعالي نمشي بالترتيب. يلا بينا. تيجوا نبتدي من كأس العالم والمشاركة الأخيرة للنادي الأهلي، ومنها على ماتش السودان اللي جاي، منها على دوري أبطال أوروبا، ومنها على الدوريات الأوروبية المختلفة. هنلحق تفتكر كده؟ يا ربنا يدينا العمر. إحنا ورانا إيه؟ قاعدين قعدة حلوة. دلوقتي رؤيتك العامة لمشاركة النادي الأهلي في النسخة الأخيرة من المونديال كانت عاملة إزاي؟ هل عندك تحفظات؟ هل عندك نقاط شايفة إن هي كانت مميزة؟ طيب اولا خلينا نبارك، وانا اقصد بكلمه نبارك للنادي الاهلي انه حقق المركز الرابع على مستوى المركز الرابع طبعا عالميا على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. اللي حصل اختصارا يا كريم انه الناس زعلت او احنا زعلنا ان الاهلي حقق مركز رابع. ليه؟ لان احنا تعودنا في الفتره الاخيره ان الاهلي بيحقق برونزيه، ما بيرجعش باقل من برونزيه. فده خلانا السنه دي او في النسخه دي تحديدا احنا طموحنا بقى اعلى، انه احنا لا احنا هنوصل لسيمي فاينل، احنا عندنا طموح ان احنا هنكسب ريال مدريد وهنوصل فاينل مع الهلال السعودي. الناس كان عندها، انت لو كنت يعني بتعمل استطلاع راي او بتقابل الناس في الشارع تقول لهم الاهلي هيعمل ايه في ماتش ريال مدريد، هيقول لك هيلعب ند بند. مش الموضوع مختلف تماما 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 عن لما كنا بنقابل بايرن ميونخ. كانت الامور ايه؟ لو كنت بتقابل اي جمهور او اي اشخاص او اي مشجعين للنادي الاهلي كانوا انهزاميين قدام جدا الطوارئ. جدا، وكان الردود مش عايزين نتغلب 8 زي برشلونه. ايوه تمام. لكن في النسخه الاخيره او قبل مواجهه ريال مدريد الوضع كان مختلف تماما، وده كان لعده اسباب. اولها انه الاهلي في المباراتين قدام اوكلاند سيتي وقدام سياتل قدم شكل جيد جدا، قدر ان هو يكسب في المباراتين 3-0 و1-0، ما استقبلش ولا هدف. شكلنا كان حلو، شكلنا كان فنيا، بعض اللعيبه حتى اللي كانت مش متالقه في الدوري المصري او يعني كان مستواها متراجع بشكل ما، كان ادائها مختلف تماما في المباراتين الاولين اللي في الاول في كاس العالم للانديه، وده بالتالي ادى للناس امل كبير جدا قدام ريال مدريد. ايه اللي حصل قدام ريال مدريد؟ انت كنت الشوط الاولاني اديت شوط يعني مش هبقى ببالغ لو قلت ان انت لعبت شوط عالمي قدام ريال مدريد الشوط الاول. ولولا ان الشوط الاولاني خلص 1-0 اعتقد النتيجه كانت هتختلف تماما في الشوط الثاني. لو جيت حتى تبص على الاحصائيات او الهجمات او التسديدات او لا، هتلاقي ان الاهلي كان منافس لريال مدريد، ما كانش متراجع، لا كان في هجمات، ما كانش بيلعب مثلا زون ديفنس، ما كانش متاخر يعني. بالظبط، ما كانش متاخر. ايه اللي حصل بقى في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني الوضع اختلف، بعض الاخطاء وهي اهدرنا بعض الفرص بصراحه، ويعني دي حقيقه. وهي البطولات اللي زي دي انا هوند بقى، انت ما بتبقاش مستني ان يجي لك فرصه ثانيه، خصوصا انت بتلعب قدام بطل دوري ابطال اوروبا. فانت مستني هي فرصه واحده انا هسجل منها. مش هقول فرصه نص فرصه كمان. بالظبط كده، الفرصه دي ما جاتش هيجي غيرها، لا هو ممكن ما يجيش غيرها. فهي دي بعض الاخطاء الفرديه اللي حصلت سواء في مباراه ريال مدريد او مباراه فلامينجو هي اللي ضيعت علينا الميداليه البرونزيه. لو هنتكلم على اداء الاهلي فنيا، لا اداء الاهلي فنيا بشكل كبير كان مرضي جدا 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 لينا كجماهير. لكن اللي اثر او اللي كان سبب واضح وسبب مباشر في ضياع الميداليه كانت بعض الرعونه، كانت بعض الاخطاء الفرديه من بعض اللعيبه، وده اللي خلانا نوصل يعني للزعل.
يعني ده اللي خلانا نوصل للزعل في الاخر. انت بتزعل عشان انت عارف انك تستحق افضل من ذلك. بالظبط. ولكن في نفس الوقت والكلام ده قلناه امبارح، احنا لو هنتكلم بقى بمنتهى الشفافيه علشان الواحد لازم يعترف ان هو عنده بعض الاخطاء عشان يطمح للافضل. انت النادي الاهلي بطبيعه الحال عالمي، كنت فعلا بتقدم مباراه عالميه في بطوله عالميه مع نادي عالمي، فده طبيعه الحال يعني. لكن انت رايح، وكنا بنقول بعض الاخطاء اللي يمكن نتمنى ان هي ما تظهرش في كاس العالم للانديه، اللي منها اللمسات الاخيره، ضاعت بعض الفرص، دي كانت مشكله عندنا ويمكن ما ظهرتش بشكل كبير بس ظهرت. هل احنا دلوقتي راجعين برضه عشان نفهم اللي جاي محليا وافريقيا، هل انا ممكن اتغلب على النقاط دي على اساس ان برضه دي ما تكونش عائق قدامي قدام بقى البطولتين اللي انا دلوقتي منتظرهم؟ بصي يا مهند، هي المشكله من الاول، المشكله من الاول موجوده، بس هي بانت اكتر فين؟ في كاس العالم للانديه. بالظبط. لما 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 كان عندي فرصه ان انا اكسب ريال مدريد واتقدم، وكان عندي فرصه قدام فلامينجو حتى بعد الطرد ان انا كان لأنك ممكن. انك لعبت حلو قوي، ما هو ده. بالظبط. انت بتلعب حلو قوي، وعلى فكره كان في سيطره من الاهلي في بعض اللحظات، لكن اللمسه الاخيره بتضيع. حلو. فعشان كده احنا بنبقى زعلانين شويه. تمام. اللمسه الاخيره بقى، اللمسه الاخيره دي يعني لازم يبقى ليها تصحيح. بالزبط. هيبقى ليها تصحيح ازاي؟ احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم على اللمسه الاخيره، وبنتكلم على المس باس، وساعات بنتكلم عن الرعونه والتسرع والتهور، بس سيبك من كل التفاصيل دي. هي فكره اللمسه الاخيره دي اتذكرت كتير، ده احنا لوحدنا هنا في البرنامج اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره. يعني فكره ايه اللي لازم يتعمل عشان النوع ده من التحفظات، تعالي نسميها تحفظات، خلاص نمتنع عنها بعد كده. طيب خلينا يعني ننوه بس على حاجه في الاول كده قبل ما ندخل في النقطه دي، انه اي انتقاد او اي تعليق بيتقال هو لمصلحه الفريق اولا واخيرا، مش مقصود بيه في النادي اصلا. بالظبط كده. مش مقصود بيه اتهام لاعب بعينه مثلا بالتقصير او او او. بالظبط كده. بالظبط كده. الاهلي في الفتره الاخيره يا كريم واتكلمنا في ده اكتر من مره، محتاج مهاجم سوبر. مهاجم سوبر بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما عنديش عماد متعب، ما عنديش فلافيو، مع كل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين الموجودين في النادي الاهلي. يعني انت بتتكلمي على مركز رقم 10 مثلا تحديدا؟ مركز رقم 9. 9. اوكي. مركز رقم 9، مركز رقم 9 اللي هو يقدر يستغل من نص فرصه، زي ما احنا بنتكلم كده، زي ما حصل قدام ريال مدريد، زي ما حصل قدام فلامينجو، من نص فرصه اقدر ان انا اسجل. أيه. تمام. لانه الفرصه مش هتتكرر تاني. احنا ليه زعلانين قوي او بنتكلم فيها قوي او 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 او, أو بنطرحها الفتره دي كتير ليه؟ عشان انت كان قدامك بطوله او كان قدامك ميداليه وانت ما قدرتش ان انت تاخدها، علشان ضاعت منك الهجمات دي او ضاعت منك الفرص دي. ده كان موجود اصلا في الدوري المصري، هو مش صحيح. جديد صحيح. او بس هو ايه الدوري خلاص ما كسبتش المباراه دي، هقدر اعوض في المباراه الجايه. انت هناك بتلعب مع ناس خدت كوره فرصه بتبقى تقريبا. بالظبط كده. فالموضوع بيبقى خلاص انتهى، وبعدين هي مباراه واحده، يا كسبتها يا خسرتها. صحيح. بس فالاهم بقى بالنسبه لي ان انا لازم اصحح الاخطاء دي او اعوض ده، لان انا عندي بطوله مهمه جدا، دوري ابطال افريقيا. انا عندي ماتش مهم جدا 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 قدام الهلال يوم السبت الجاي. تمام. وماتش هيتلعب في وقت رخم جدا 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 بالنسبه للعيبه المصريه، وقت العصر ده او ماتشات العصر دي بتبقى مرهقه جدا للعيبه، لان هو مش متعود ان هو يلعب الماتشات دي. يعني احنا عندنا هنا في الدوري المصري إيه اهلي وزمالك بيلعبوا ايه ماتشات العصر؟ تقريبا هو ماتش اسوان بس. غير كده باقي المباريات بتتلعب الساعه 7 والساعه 9 بالليل او الساعه 8 بالليل. فان انت تنقل اللاعب فجاه ان هو هيلعب ماتش مهم جدا بره ارضه الساعه 3 العصر، فدي هتبقى مرهقه جدا. تمام. فكولر عنده او الجهاز الفني للنادي الاهلي عنده اسبوع، عنده من ساعه ما رجعوا البعثه رجعت امبارح لحد ميعاد السفر للسودان، يعني الى حد غير 48 هم واخدين راحه. بالظبط. هم واخدين راحه وبعدين هيرجعوا للتدريبات وبعد كده هيسافروا للسودان. بالظبط. وبعدين هيرجعوا من السودان، هيرجعوا لاسوان على طول. فهتبقى طبعا الفتره الجايه دي هتبقى مرهقه جدا جدا جدا، فلازم يبقى ليها اعداد بدني واعداد نفسي لبعض اللعيبه قبل المباراه المقبله. منهم اكتر من لاعب في مركز الهجوم، لازم يبقى في اعداد نفسي للموضوع ده، لان الانتقادات كانت كتيره قوي 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 الايام اللي فاتت،
مش هننكر ونقول ان اللعيبه ما بتقعدش على السوشيال ميديا وما بتقراش الانتقادات. ما كانتش انتقادات كبيره قوي والله. على فكره عايزه اقول لك ان المره دي فعلا انا لاحظت ان جماهير الاهلي متفهمه جدا وشكروهم. انا بقى عشان متابعه جدا بقى السوشيال ميديا ما كانتش بالشكل ده استاذه منى. واغلب المشاكل بتيجي من جماهير ثانيه غير جماهير النادي الاهلي. وما تقولش جماهير يعني برضه مش جماهير، هي بتبقى قله كده معروفه مين يعني. هي يعني هي وجهات نظر بس يعني انا اختلف معاكي في النقطه دي. لا هو كان في انتقادات كبيره جدا خصوصا لاكثر من لاعب في مركز الهجوم يعني. بتتكلمي انتقادات للنادي ولا انتقادات لا 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 لبعض اللعيبه؟ لبعض اللعيبه لبعض اللعيبه. وكان معاها بعض اشادات، يقدم اعتذارات على السوشيال ميديا. بالظبط بالظبط. وكان معاها اشادات للعيبه اخرى كنا لسه بنتكلم بنقول ان هي مستواها للنادي الاهلي لا 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 عشان كده لا لا مستواها متراجع في كان مستوى متراجع في الدوري او في الفتره الاخيره. وكانت متالقه جدا 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 في كاس العالم للانديه زي حسين الشحات زي محمد هاني زي احمد عبد القادر. البطولات الدوليه بيتالق يعني هو ظابط نفسه على البطولات الدوليه. لا هي كان حسين الشحات قدم بطوله رائعه الحقيقه مع في يعني البطوله الاخيره مع النادي الاهلي قدم بطوله رائعه. كان مستواه جيد جدا. صحيح. كمان احمد عبد القادر وجون عالمي اللي سجله في مرمى فلامينجو. محمد هاني كمان كان من اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات لاذعه بشكل كبير جدا 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 قدم بطوله برده جيده الحقيقه في كاس العالم للانديه. احسن مدافع في البطوله دي مش عارف مدى صحه الكلام كان برضو من خلال السوشيال ميديا بس يعني. بس هاني كان يستحق الصراحه لانه لا يعني قدم بطوله حقيقي كبيره جدا جدا. صحيح. مع النادي الاهلي يعني خلاص يعني البطوله بالظبط البطوله خلصت بقى في اللي جاي زي ما كنت حضرتك بتقولي. ايه حضرتك دي فورمال قوي واحنا اصلا كلنا سيبنا بعض يعني زي ما قلتي بتقولي خليكي محبوحه استاذه منى خليكي محبوحه. مش عارفه ليه عندنا الهلال السوداني. وقبل ما اخش للهلال السوداني انا عايزه اروح معاكي ليه بما ان انا بتكلم دلوقتي برضو على الملفات عالميه وبريميوم ليج وغيره ازاي وعايزين نطبق ده عندنا وده لو بيتطبق ازاي عندهم بيعملوا الشيفت ده يعني خلصت بطوله نجحت فيها ما نجحتش فيها حققت اللي انا عايزه او ما حققتوش ازاي الشيفت بقى ان انا ارجع للدوري بتاعي بعد انتهاء مثلا بطوله كاس العالم للانديه وان انا اتالق وان انا كمان الشق النفسي مش بس الفني او البدني ان انا ابتدي اهيئ اللعيبه بتوعي عليه لان ده مهم جدا كمان الجماهير تطمن نقطة مهمة. أعتقد ده نهاند أصلا بيبقى إعداد بدني ونفسي من بداية السيزون. يعني انت حتى بتشوفي في الدوريات في الدوريات الاوروبيه بيبقى دوري بيلعبوا مباريات دوري وبعدين نيجي 3 و4 نلعب او 3 و4 وخميس بالظبط كده بطولات اوروبيه. احيانا مثلا لو في فتره كده مثلا بيبقى اسبوع مثلا او 10 ايام يتلعب فيها مباريات كاس محلي وهم كمان بيبقى عندهم 2 كاس يعني فبيتلعب ده بالتوازي مع ده. فاعتقد ده بيبقى يعني بتلاقي اللاعب مثلا بيشارك مينيمم مثلا في 4 بطولات في نفس التوقيت. فده بيبقى اعداد بدني واعداد نفسي من اول السيزون خسارته البطوله ما مش بيؤثر بشكل سلبي على بقيه البطولات. لو هيأثر بشكل سلبي على بقيه البطولات خلاص يبقى ما كانش في نادي كان او اي نادي خسر بطوله في بدايه السيزون كان خلاص وقع بقى بقيه بالظبط كده وقع بقى بقيه السيزون. لكن انت لما بيراجع من بطوله بحجم كاس العالم للانديه بتبقى منتشر جدا طبعا بحجم ريال مدريد بالظبط المفروض ان انت لما ترجعي تاكلي الفرق المنافسه محلية. المفروض بس المشكلة بقى انه احيانا احنا ده بيحصل عندنا بالعكس يعني انت بتبقى راجع من بالظبط كده بتبقى راجع من بطولة مقدم اداء جيد جدا حتى لو محقق ميدالية تلاقي اول مباراة تلعبها في ايا كانت البطولة يحصل دروب. طب ليه بقى بيحصل دروب؟ ما انت المفروض ان انت ماشي على نفس الوتير. هل ده بقى مثلا انت بتبقى بتقلل من قيمه المنافس مثلا اللي قدامك بتحس مثلا بسنه غرور شويه فهو ده اللي بيأثر على الاداء ولا بيبقى الموضوع بيبقى ارهاق شويه بيبقى تعب ذهني تعب بدني القصه بتبقى في ايه؟ دي لازم يبقى ليها حل لان دي اصلا عندنا افه صراحه في اللعيبه المصريه دي حقيقه يعني. حلو جدا. طيب بصي زي ما كريم قال احنا هنروح لكذا ملف مع بعض على قد ما نقدر بس انا عايزه اروح لنقطه مهمه برضو هنتكلم شويه عن الدوريات العالميه لان ده تخصص بتاعك اكتر يعني. لو هروح للدوري الفرنسي سريعا وهل بتتفقي معايا النقاش اللي كان بيني انا وكريم نتكلم ان الدوري الفرنسي بجد من الدوريات الاوروبيه اللي شويه فيها نوع من الملل
لان ما فيهاش تنافسيه. يعني تلاقي بي اس جي في ليفل اوكي، حتى لو خسر مباراه او اثنين اللي حصل يعني الفتره اللي فاتت، لكن ستيل هو في الصداره. الفارق ما بينه وما بين النادي الثاني برده في ترتيب مش قريب، ما فيش تنافسيه حقيقيه في الدوري عندهم. تتفقي او لا؟ وليه ده بيحصل؟ يعني انا برده عايزه افهم طبيعه هناك الدوري الفرنسي، ليه ما فيش انديه بتنافس بقدر بي اس جي؟ هل هي مشكله تمويل، ولا هي مشكله مهارات، ولا هي مشكله ايه بالظبط؟ بصي انا عجبني انت قلتي حاجه في الانترو على الدوري الفرنسي، قلتي ان هو دوري ممل، ودي حقيقه هو دوري ممل. لان انت بتتفرجي مثلا، يعني دلوقتي بتتفرجي على بي اس جي ليه مثلا؟ عشان تشوفي ميسي، عشان تشوفي نيمار، عشان امبابي، عشان تشكيله بالظبط تشكيله النجوم اللي موجودين في فريق واحد. طب هل السكواد الكبير اللي موجود في باريس موجود زيه مثلا في مارسيليا؟ موجود زيه موجود في العالم بس، فهو مش موجود زيه فعلا لا في موناكو ولا في مارسيليا ولا في باقي فرق الدوري الفرنسي. عشان كده تلاقي باريس بعيد شويه، او يعني مش بعيد مثلا في الجدول، لا هو بعيد في بالظبط كده عن باقي الفرق الثانيه. بس في الاخر برضه هو فريق ما عندوش شخصيه بطل. يعني لما تيجي تشوفيه مثلا في دوري ابطال اوروبا، لا هو برضه فريق ما عندوش لسه شخصيه بطل. يعني ممكن لو السكواد بتاعه، ممكن لما تقارنيه مثلا بسكواد ريال مدريد، ممكن يبقى سكواد باريس ممكن يبقى اتقل، عشان كميه النجوم اللي موجوده فيه اتقل من سكواد ريال مدريد. لكن تيجي تشوفي تنافسيه ريال مدريد مثلا في دوري ابطال اوروبا، لا برشلونه كمان لو هتكلم عن الدوري الاسباني، يعني مش دوري ابطال مثلا، برشلونه متالق يعني. الناس كانت كاتبه هو ده اللي يقدر على ريال مدريد. يعني الحمد لله ان شاء الله ياخدوا الليجا. على فكره برضه ماتش مش سهل، يعني هيلعبوا بايرن ميونخ. بايرن طبعا، وفي ظل غيابات برضه مبابي وميسي وبعض النجوم. وعلى الصعيد الاخر برضه بايرن ميونخ اعتقد ان في انباء مؤكده ان ساديو ماني مش هيشارك. فمتخيل الماتش ده هيكون عامل ازاي؟ انا عايز اقول لك بقى انه في احتمال كبير جدا ان ميسي اصلا جاهز للمباراه، فيراتي جاهز للمباراه، وفي كلام ان مبابي كمان هيبقى جاهز. الله، امال ايه اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت؟ ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ هو شايف ان الموضوع ده كان مناوره من جوتييه مدرب باريس سان جيرمان. حتى دول بيعملوا كده. موضوع كده موضوع كبر. فالمباراه طبعا مش هتبقى سهله خالص على الفرقتين. بايرن كمان مولر اعلن ان هو هيبقى جاهز للمباراه. اصل فعلا تاتش بلدي قوي بجد، لو ده لا ده مش هيلعبوا يا عيني عيانين، وفي الاخر يفاجئوه بيوم. والله ناجلسمان فعلا طلع في تصريح في مؤتمر صحفي وقال ان هو شايف ان دي كانت مناوره من باريس سان جيرمان، خصوصا في نقطه امبابي. امبابي شارك فعلا في جزء صغير من التدريبات، ويعني ممكن نلاقيه على دكه البدلاء. يعني خلينا نقول ممكن ما يبقاش في التشكيل الاساسي، بس ممكن نلاقيه على دكه البدلاء. النهارده او امبارح بالليل اعلن ان ميسي وفيراتي هيبقوا جاهزين ان شاء الله للمباراه. مولر كمان كان حصلت له زي شكوى كده بسيطه في المباراه الاخيره لبايرن ميونخ، بس طلع قال ان هو ان شاء الله هيبقى جاهز للمباراه. بنسبه كبيره هو ماني اللي هيبقى متغيب. يعني بالمناسبه كمان المباراتين لباريس سان جيرمان قدام بايرن ميونخ اعتقد بنسبه كبيره هيحسموا مستقبل جوتييه مدرب بي اس جي. هو نفسه حتى كان شايف انه المباراتين دول هم اللي هيحددوا بالظبط، هيحددوا مستقبله مع الفريق يعني في الفتره المقبله. بمناسبه ساديو ماني، شايفه ان هو مع بايرن ميونخ زي ما كان في ليفربول؟ لا مش زي ما كان في ليفربول، بس خلينا ما نقدرش نحكم بنسبه 100% علشان الاصابه اللي هو تعرض لها، لان هو غايب بقاله فتره طويله جدا. أيوة. جدا جدا. فما نقدرش نحكم يعني الغياب او مده الغياب اللي حصل لساديو ماني مع بايرن ميونخ، اعتقد ان هي ما حصلتش قبل كده ليه مع ليفربول، فهيبقى صعب ان احنا نحكم على ارقامه او على ادائه هنا وهنا، غير لما يرجع باذن الله للملاعب يعني. ده كويس، بس يعني سو فار لو احنا هنقيم، هو لا ساديو ماني الافضل دلوقتي مع بايرن ميونخ، ولا ليفربول من غير ساديو ماني الافضل حاليا. بس طبعا ليفربول ملف كبير يعني لو احنا هنتكلم عليه تحديدا، اسباب كتيره جدا هذا التراجع راجع ليه. بس
هنتكلم في ليفربول، بس انا عايز اروح معاكي برضو سريعا للدوري الانجليزي. بطبيعه الحال ارسنال المتصدر، ارسنال المتالق، مش راضي يقع. مش راضي يقع على فكره، سيتي ما بيعوضش. دلوقتي تقريبا 51 نقطه في الصداره، سيتي 48 ويونايتد 46. انا اللي فاجئني وقلت ده في الانترو انا وكريم، يونايتد، مانشستر يونايتد، انا ما كنتش متوقعه من بدايه الدوري ان هو هيكون بهذه القوه الى حد ما. كنت حاسه ان هم لا هيقعوا الموسم ده. توقعتي ده ولا لا؟ او رايك ايه برضو، او تقييمك لمان يونايتد؟ بقى انا قلقانه اصلا ان يونايتد ياخد تاني، يعني يعني احتمال كبير والله. شايفه واصل لكده احتمال. امبارح قبل مباراه سيتي هو كان التاني، يعني بصرف النظر ان هو لعب مباراه زياده عن مانشستر، عملوا شيفت جامد عن مانشستر سيتي. بالظبط، اريك تن هاج بصراحه قدر ان هو يسيطر على غرفه ملابس مانشستر. يعني اول ما كريستيانو يمشي، يعني يعني هو كان كريستيانو الازمه، يعني تلف واقف يعني لنجاح الراجل. شفتي غريبه فكرتيها بالغالي. ده حاجة غريبة جدا يعني. متعلق في الدوري السعودي. لا بس فعلا يعني عليه علامة استفهام، يعني بعد رحيل كريستيانو ابتدى شوية يبقى فيه اختلاف في المستوى، على أساس إن هو اللي كان جايبهم يعني اللي ورا، أو يعني مش عارف. لا هو مش، محدش قال كان في حاجة، محدش قال إن هو كريستيانو كان هو السبب، بس هو إريك تن هاج كان حابب يعمل إيه؟ كان حابب إنه مفيش نجم أوحد للفريق. طبعا ده بالنسبة لكريستيانو سي آر 7، على رأي حد سي آر 7 بتضحكني قوي والله. بقول لك ده الغالي. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه، حاجات بقى نسائي. يلا فمحدش يقدر يقول ان كريستيانو بس كان هو السبب. اريك تن هاج كان حابب يحط ضوابط تمام، منها ان هو ما فيش نجم. انت تقدري تقولي دلوقتي في مانشستر يونايتد مين النجم الاول للفريق؟ لا حاليا لا فعلا. كل اللعيبه نجوم، كل اللعيبه تقدر تادي في اي وقت، وممكن تقعد على دكه البدلاء ومحدش يقدر هنا يتكلم تمام. الوضع ده بالنسبه لكريستيانو رونالدو كان غير مرضي تمام، بالتالي بدا يحصل مشاكل، بدا يحصل خلافات، كوارث مش مشاكل بالظبط كده، وتلاسن في بعض الاحيان. بالظبط، انا شايفه ان هو كان قرار جريء جدا جدا من اريك تن هاج، ان هو يعني ايه اللي هو عارف يحط ايه زي مش عارفه اقولها لك ازاي يعني. لا مش عوضه في المنشار، اللي هو ايه، في مثل بلدي كده اللي هو اضرب المربوط. بالظبط كده. فاللي هو يعني رونالدو الكبير، فاللي هو لا يعني انت هتعمل مشاكل او هتسبب لي في ازمات داخل الفريق، طب اقعد احتياط. بس بيني وبينك برضو مهمه اي مدير فني ماسك فريق فيه لعيبه من نوعيه من عينه كريستيانو رونالدو، صعب السيطرة. لازم يبقى المدير الفني برضو شخصيته قوية جدا عشان حتى يعرف يضمن ان الامور تمشي بسلام في غرفة الملابس. اضعف الايمان، مش البعض كان شايف اصلا ان كانت شخصية رونالدو اقوى من شخصية اريك تن هاج، ودي كانت ازمة، يعني أزمة ان يبقى لاعب شخصيته حتى لو طبعا. حتى لو يعني هي لو 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 لو, لو داخلية مش ظاهرة فخلاص ما فيش مشكلة، ممكن الامور ايه تتظبط يعني، انما كانت ظاهرة. بالظبط، كانت ظاهرة للعلن، فما كانتش حلوة طبعًا. ما كانتش حلوه ومؤثره جدا طبعا على اداء الفريق. أكيد. بس ما كانش يعني، خلينا نقول ان مش ده السبب بس، يعني مش ده السبب، لان برضو يونايتد قدر ان هو يدعم الفريق ببعض العناصر اللي فادته جدا، زي كاسيميرو افاد جدا 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 تشكيله مانشستر يونايتد، وكان ليه تاثير ايجابي جدا 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 على نتائج الفريق خلال الفتره الاخيره. انتوني كمان اللي تعاقدوا معاه مؤخرا برضو افاد الفريق بشكل كبير جدا. فمجموعه من العوامل، مش رحيل كريستيانو رونالدو. تعالي بقى نروح لليفربول حيث يتواجد ابننا. وضع ابننا ايه الفتره اللي جايه في رايك؟ شايفه ان الدنيا ماشيه ازاي في للاسف الامل الاخير لليفربول السيزون ده انه يقدم شيء في دوري ابطال اوروبا، وكمان مباراته اللي جايه هتبقى قدام ريال مدريد اللي جاي منتشي جدا بفوز كاس العالم للانديه. كمان بصرف النظر ان هو بالنسبه له المباراتين اللي لعبهم بالنسبه له سهلين، يعني بالنسبه لريال مدريد. هو مشاركته المره دي كانت على الواقف الى حد كبير، ريال مدريد مش كده، على العكس هم يعني خدوا كاس العالم على الواقف. بالظبط، يعني هو جاي اصلا من الدوري الاسباني، وهو وضعه مش جيد، كان لسه كان قبلها مغلوب من ريال مايوركا. فحتى البعض يعني كان مقلق اصلا من مشاركه ريال مدريد في كاس العالم للانديه. ولكن زي ما كنا بنتكلم على شخصيه البطل، يعني دي خبره كبيره جدا ريال مدريد ولاعيبه ريال مدريد ومدرب ريال مدريد مكتسبينها. وبالنسبه
بالنسبه لهم البطوله دي زي ما انت ما قلت كده يا كريم، يعني هم خدوها على الواقف، فهو هيرجع بعد كده يشارك في دوري ابطال اوروبا، فعنده مباراه اعتقد المباراه صعبه اكتر على ليفربول طبعا بسبب الوضع للفريق. يعني بتتكلم دلوقتي في مركز عاشر، يعني في حاله ترهل ليفربوليه مزعجه، دي غريبه جدا، ويعني الواحد كان متخيل ان هي مثلا فتره وهيقدر انه كلوب حتى يقدر يلملم اوراق الفريق مره اخرى ويظبط اللعيبه، يظبط الخطه المثاليه زي ما كان زي ما كنا متعودين عليه قبل كده، لكن الحقيقه ده لحد دلوقتي ما قدرش ان هو يعمله. صلاح وضعه ايه بقى في اللي حاصل ده؟ صلاح بالنسبه لعقده هو لسه كان مجدد 25 بالظبط، كان مجدد قريب، فاعتقد انه يعني هو في كلام هو ليه فعلا كان في رومرز او يعني اشاعات ان هيكون في استغناء عن محمد صلاح، والناس قعدت تقول لك الكلام ده كان تحديدا من اسبوعين، والناس قعدت تقول لك طب ايه النادي اللي هيروح، قعدوا يقولوا لك اسماء نوادي ومش طبعا كل ده ما فيش، طالما بيان صدر رسمي يبقى اي كلام، بس فكره ان هو يبقى في حاجات زي كده احنا شفناها قبل ما صلاح يمضي في المره الاخيره، وقلنا يمكن ده كانت معموله مقصوده علشان يبقى في ضغط الى حد ما وصلاح يمضي، لكن دلوقتي ايه الفكره يحصل حاجات او رومرز زي دي تطلع وصلاح لسه قدامه يعني سنتين تقريبا، وفي نفس الوقت مش غلطة صلاح المستوى اللي ليفربول وصل، حتى لو كان الجماهير هناك بتحمل صلاح لان هو طبعا النجم دلوقتي الاوحد حاليا، لكن انا بشوف وانا هروح للراي ده يورجن كلوب هو اللي يتحمل هذه النتيجة، دايما المدير الفني هو المسؤول، وخصوصا هو معاهم دلوقتي دي السنة السابعة انت بتتكلم، فهو يعني فاهمة قصدي؟ ما دي حقيقه، هو مش صلاح السبب ومش رحيل ساديو ماني السبب، واحنا اتكلمنا قبل كده في كانت ايه اسباب تراجع اداء ليفربول من بدايه السيزون لحد امبارح، يعني هوند كمان مش من اسبوعين بس كان في كلام على انه ليفربول عنده استعداد ان هو يستغنى عن بعض اللعيبه، وطبعا الاسم المتصدر للعناوين الصحف هو محمد صلاح، وده غريب، ودون الاشاره حتى لاسباب او لنادي معين او لتقديم عروض مثلا ان هو مثلا تلقى عروض رسميه او 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 ده مش موجود، فهي مجرد فعلا ان هي اشاعات طبيعي يعني بتتقال او بتبقى يعني بالظبط كده او بتبقى متصدره علشان نتائج الفريق مش من ضمن الحاجات مش اللي اتقالت واللي ممكن تتقال عليها اشاعات وممكن تبقى حقيقه، بتهيألي انت ادرى مني بكتير واكيد متابعه، بس هو برضو المصادر بتبقى صفحات ما على السوشيال ميديا تمام، ان بقى في توجه عند بعض جماهير ليفربول اللي بتنادي برحيل محمد صلاح، ان هم اللي بيطالبوا برحيله وبعودته مره تانية لبلده، الى اي مدى الكلام ده مظبوط؟ هل انت شفتي له اي مرجعيه لا 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 صحفيه بقى مش سوشيال ميديا؟ لا 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 ما شفتلهاش اي سورس خالص، واعتقد ان صعب جماهير ليفربول تطالب بده مع محمد صلاح، يعني اعتقد ده يعني صلاح اعتقد ايه النجم مثلا اللي في الفريق مثلا معمول له تو اغنيتين طبعا، يعني ليه اغنيتين مخصوص بالظبط كده اغنيتين يمكن اكتر كمان. بعدين الموضوع في علاقه صلاح بجماهير جيدة جدا، لا غير مش مجرد جيدة جدا، يعني نوعية العلاقة حميمية قوي، فيها محبة قوي، فيها معزة شديدة، بعيدا عن ان هو بيعمل شغل في ارض الملعب وبيجيب لهم اهداف وهداف و يعني تحس ان في محبة صادقة ما بينهم وبين هو صلاح اصلا بالنسبة لجماهير ليفربول هو ما بقاش لاعب مثلا موجود في الفريق وممكن يرحل في اي وقت ويرجع، لا هو بقى اسطورة من اساطير ليفربول دي حقيقة طبعا. بس هل ده ممكن يكون بقى بما ان احنا بحس ببعض الاحيان ان هم بيفكروا زينا، يعني ممكن يكون ده اللي مصدره كلوب تحديدا يعني كصحف هناك، هل هو ده اللي عايز صدره للميديا عشان يحمل النتائج دي لمحمد صلاح؟ انا بفكر انا ما عنديش معلومه لا ممكن لا اعتقد لا اعتقد لا لانه حتى على... في لا 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 حتى هو في مؤتمراته الصحفيه ما فيش مدرب يطلع يوجه او مدرب عاقل يعني يطلع يوجه الجماهير او الميديا، هو ما دافعش عنه برضه يعني مع الهجوم اللي كان عليه، انا ما شفتش تصريح واحد كان كويس لكلوب مع محمد صلاح، لا هو يعني لما بيتسأل عليه فهو بيتكلم انه التراجع والاداء ده بيبقى طبيعي وده امر وارد، ما بيقولش كلمه سلبيه
يعني ممكن تكوني عايزه يكون يقول لفترات طويله جدا كان بيقول فيه شعر. يعني ما فيش مره يعني كان بيتعمل اي لقاء او حتى في مؤتمر صحفي هو لدرجه ان هو كان بيزهق اصلا. يعني كان بيزهق ان في المؤتمرات كل ما يحضر مؤتمر صحفي لازم يتسال عن محمد صلاح ده لازم. فكان لو احنا في لعيبه تانية احنا ممكن اقول لك تعالي نطلع كده مؤقتا بره ليفربول ونروح للماتش اليوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تشيلسي وبروسيا دورتموند وبرده اكيد هيكون لقاء قوي. تشيلسي وضعه في الموسم ده في البريمير ليج ما يصرش لعدو ولا حبيب واخد بالك. فهل ده برضو ممكن يبقى له انعكاسات ما برغم ان هو عمل برضو تدعيمات مؤخرا في يناير؟ تدعيمات قويه جدا. يعني عدت 300 مليون استرليني فيعني صرف كتير جدا تشيلسي على تدعيمات الفريق. انا اعتقد ان الخطوه المقبله اصلا هتبقى اقاله المدرب بقى يعني عشان نخلص بقى هم عملوا كل حاجه. لا هم دعموا الفريق فعلا بصفقات قوية جدا وللأسف النتائج لسه زي ما هي متراجعة. لسه كان متعادل مع ويستهام آخر مباراة 1-1. مباراة دورتموند أعتقد أنها هتبقى صعبة خصوصا هو هيلعب في الأول في ألمانيا وبعدين يلعب على بعدين يلعب في انجلترا على ارضه يعني. فالمباراه اعتقد طبعا مش هتبقى سهله. بس نفس الكلام اللي قلناه على ليفربول هنقوله على تشيلسي انه برضو هي دي فرصته انه في دوري ابطال اوروبا بالظبط كده ان هو يقدر يوصل لابعد مدى في البطوله دي لان اعتقد المنافسه طبعا بالنسبه للبريمير ليج اعتقد انها بعيده جدا يعني. طب لو جينا بقى للاهلي واتكلمنا عن مباراة الإسماعيلي ومباراة الهلال السوداني نحلل ده شوية ونحلل ده شوية وانت فكرك ايه اللي ممكن يكون اصعب هل مواجهة الهلال السوداني ولا الإسماعيلي؟ اسوان بقى اسوان عفوا اسوان لا المباراتين صعبين وتوقيتهم اصعب واصعب لان هما الاثنين كمان هيبقوا ورا بعض والاثنين بره ارضك والاثنين توقيتهم يعني صعب جدا بس يمكن توقيت اسوان هيبقى او يعني الامبيونس زي ما بيتقال او الظروف الخارجيه لاسوان شويه مش افضل حاجه برضه سفر وجايين من سفر يعني فرهده جامده بالظبط كده يعني انا راجع من السودان على اسوان فهي دي المشكله يعني. وزي ما اتكلمنا انه ازمه مباراه الهلال هي بس توقيت العصر ده هتلعب تقريبا حوالي الساعه 3 او الساعه 4 بس كمباراه انت شايفاها ازاي؟ لا طبعا مباراه قويه جدا مبارياتنا مباراه الاهلي قدام الفرق السودانيه بتبقى قويه جدا يعني بيبقى فيها نديه كمان صحيح. وخصوصا برضو زي ما قلنا ان الاهلي بيبقى راجع من بطوله فالمباراه اللي بتبقى بتالي البطوله دي بتبقى بالنسبه له صعبه شويه فهو في كذا عامل كده مصعب المباراه بس اهمهم لازم يكون في تجهيز بدني كويس جدا عشان التوقيت لازم يكون في تجهيز نفسي يعني جيد اقول ايه يعني ما دي النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها في كبير الاول يعني كبير جدا لبعض اللعيبه اللي اتعرضت مؤخرا للانتقادات بعد بطوله كاس العالم للانديه لان دي اللعيبه دي لما تيجي تنزل المباريات اللي بعد كده هيبقى ليها ضغط كبير جدا انه فرصه سهله لو هو ما سجلهاش هيبقى عارفه اللي هو هيبقى ايه شايل هم او بيفكر فيه بالظبط كده الانتقادات اللي هو هيتعرض لها وعندهم على الصعيد التاني فرصه ان هم يحسنوا من الاداء ويبقى الكلام كله يتقلب لصالح بالظبط كده فده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله ونامل خير يعني باذن الله الاهلي يتفوق باذن الله في المباراتين يا مسهل الحال. طيب تعالي نروح بقى للايفنت الكبير ذا بيست يوم الاثنين 27 فبراير ان شاء الله. وانت طبعا عارفه كويس ان الاختيار بيتم عبر اليه معينه متقسمه لاربع مصادر للتصويت اللي هو الصحفيين الرياضيين 25% صحفيين و25% وقاده الفرق والكباتن تمام. بدايه كده عدم وجود اسم محمد صلاح كان في القائمه الاوليه طبعا تم استبعاده من القائمه النهائيه اللي هي في الاخر بقت المنافسه ما بين ميسي وبنزيما ومبابي. خلينا بس نشرح الاول الاختيار بيبقى من امتى لامتى او بيبقى على اداء اللعيبه من امتى لامتى. فالاختيار بتاع جائزه ذا بيست كان السنه دي تحديدا او اللي هي بتاعه 2022 يعني كانت تقييم اللاعب من اغسطس 2021 لديسمبر ل 18 ديسمبر 2022 اللي هو بعد كاس العالم بالظبط. فبنتكلم تقريبا في 16 شهر حوالي 16 شهر. طيب فصلاح عمل ايه في السيزون ده او في الفتره دي؟
لعب مع ليفربول حوالي 51 مباراة في السيزون اللي هو الاولاني، لعب حوالي 51 مباراه وقدر ان هو يسجل 31 هدف، كمان حسم جائزه هداف الدوري الانجليزي اللي هي تقاسمها مع طبعا لاعب توتنهام هيونج سون، وكان مسجل 23 هدف. حقق كاس الاتحاد الانجليزي وحقق كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه او ما يعرف بكاس كاراباو. كان وصيف الدوري الانجليزي ووصيف دوري ابطال اوروبا، ما قدرش طبعا ان هو يحقق ولا بطوله من البطولتين، كمان مع منتخب مصر ما حققناش اي بطوله. ربما يكون كان استبعاد صلاح كان بسبب الامور دي، ان هو طول السيزون ما قدرش ان هو يحقق بطوله كبيرة. خلينا نقول بطولة كبيرة الشهر اللي ما كانش صلاح فيهم حس قوي نتيجة اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هي الجائزة الفردية اللي حققها هو بس، جائزة الهداف هداف الدوري الانجليزي، وحقق الكاسين مع ليفربول. لكن البطولات اللي هي التقيلة، دوري انجليزي، دوري ابطال اوروبا، او بطولات مع منتخب بلاده، فطبعا هو ما قدرش يحقق ده، فبالتالي بيبقى التقييم بيبقى اقل شوية يعني. بس ان شاء الله باذن الله ننتظر منه الكثير باذن الله الفترة المقبلة. يعني هو كان العالم بالظبط في النسخة الأخيرة يعني أو الجائزة الأخيرة. طب بالنسبة لأفضل حارس، لأن فيها برضو بيكون تنافسية، ومن الخمسة هم تقريبا خمسة منهم كورتوا، بتشوفي برضو هل كورتوا الأقرب السنة دي ولا لا؟ هم كانوا خمسة وبعدين بقت تم استبعاد إيدرسون وأليسون. تم استبعاد إيدرسون؟ ياسين بونو زي ما هو. ياسين بونو موجود وتيبو كورتوا وإيميليانو مارتينيز. ليه بقى تم الاستبعاد؟ أنا ما وصلتليش يعني، ما فهمتش ليه الاستبعاد. ما هو هي لازم يبقى في قائمة نهائية، هي بتضم ثلاثة بالظبط كده، بيبقى فيها ثلاثة وبنختار ما بينهم. لما تيجي تبصي على الثلاثة اللي موجودين، إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين واخد كأس العالم، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب أسبانيا واخد دوري أبطال أوروبا، وياسين بونو عامل إنجاز مع منتخب المغرب وواصلين مركز رابع، فهم الثلاثة أولى من إيدرسون وأليسون. بشوف إيدرسون برضو قوي قوي يعني، طبعا أكيد ليها حساباتها، بس إيدرسون برضو يعني حارس تقيل قوي. بس على كده أنا استغربت، أليسون أقوى يعني، أليسون كان هو الحارس أصلا الأساسي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم، وإيدرسون كان هو الاحتياطي، بغض النظر ان البرازيل الاحتياطي بتاعهم اصلا كان ما هي دي النقطه، ما هي فهمينا يعني في ليفل تاني خالص بالظبط، ده كان تيم يعني. بس هما الاثنين ما حققوش يعني، إيدرسون واخد دوري انجليزي، إيدرسون واخد دوري انجليزي وما حققش دوري ابطال اوروبا. دي النقطه، ان انت يبقى امكانياتك عاليه والنادي اللي انت بتلعب فيه مش بيحقق. انت عملت ايه للنادي وعملت ايه للمنتخب؟ طبعا بتتقاس بكمان البطولات اللي النادي بيوصل لها، فهي دي برضو يعني. صلاح ظلم برضو قبل كده، هو كان ارقامه عاليه جدا لكن ليفربول ما كانتش حاصل على الافضل الارقام، فعشان كده برضو ما كانش للاسف ممكن ان هو اسمه كان ضمن القائمه لو انت فاكره يعني. بتحصل. هو فاضل دقيقتين أوكي. انا عايزه نستغلهم بقى في الكلام شويه عن النادي الاهلي أوكي. واحنا دلوقتي اتكلمنا عن المباريات القادمه واتكلمنا عن الشق النفسي، انا عايزه اتكلم بقى على نقطتين سريعا انا وكريم طبعا لو كمان عايز يضيف حاجه. عايز اتكلم على شويه المديرين الفنيين، واتكلم تحديدا عن مارسيل كولر بدايه، وبتشوفي لحد دلوقتي تقييمك بمنتهى الشفافيه لهذا الرجل وهذا الفكر اللي هو جايبه كمان لحد دلوقتي. طبعا احنا كنا ما عندناش ولا الحمد لله خساره لغايه الخسارتين اللي حصلوا، بس انت برضو خسرت قدام مين؟ انت خسرت قدام يعني ناديين تقال جدا، بغض النظر ما بنعلقش شماعه، بس برضو الراجل ماشي بخطوات رائعه. شفنا تالق بعض اللعيبه مع مارسيل كولر، كمان نفسيه ابتدت ان هي تظهر على الاداء الفني بشكل كبير جدا للافضل. خليني اتكلم في النقطه دي بدايه، وفي نفس الوقت عايز تتكلمي عن مشاكل او عيوب طبعا. اوكي، بس انا شايفه ان كولر مدير فني ناجح جدا جدا مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، شخصيته قويه جدا. عايز اقول اللمسات بتاعت المدير الفني او فكر المدير الفني واضح جدا وبنشوفه جدا في الملعب يعني. المباراتين حتى يعني المباراتين اللي احنا خسرناهم هنتكلم عليهم، مباراه ريال مدريد الشوط الاول ومباراتنا قدام فلامينجو لحد الطرد
لحد حوالي اللي هو الدقيقه 70. لا احنا بنلعب مباراه عاليه جدا جدا جدا، بنهاجم، مش عاملين زون ديفنس مثلا، مش متراجعين، مش قلقانين، مش خايفين. لا انت يعني انت عامل لنا حساب. لما تيجي يا كريم تشوف الاحصائيات بتاعه مباراه الاهلي وريال مدريد هتلاقي الامور متقاربه جدا. هتلاقي الاهلي متفوق اصلا في التسديدات على ريال مدريد في الشوط الاول. فلا هو فنيا قادر ان هو يدير الفريق بمجموعه اللاعبين المتاحه معاه. هو عايز تدعيمات، هو طلب بعض التدعيمات في بعض المراكز. في بعض المراكز بعضها تم التعاقد مع بعض اللعيبه فعلا، والبعض الاخر ما حصلش توفيق فيها. يعني فكره ان الراجل ده من ساعه لما جه الهزيمه الاولى اللي تعرض لها كانت من ريال مدريد. بالظبط، كانت قدام ريال مدريد. على فكره دي توب يعني تابليه ان شاء الله، والاخيره دي توب تابليه فعلا. ان شاء الله تبقى يعني الاهلي وريال مدريد وفلامينجو ان شاء الله ما يبقاش فيهم بعدهم خساره ثانيه باذن الله، ونقدر ويقدر ان هو يواصل باذن الله سلسله. وليه خصوصيه شديده حتى على صعيد السمات الشخصيه. طريقه هندلته للامور، الابتسامه اللي مش بتغيب عن وشه، الهدوء العام اللي بيتسم بيه، يعني برضو كل دي امور مش عارف اقولها لك ازاي، بتخلي برضو الجماهير عاطفيا تميل ناحيته جدا. وهو ذكي جدا جدا جدا. وتعليقا على اللي انت قلته يا كريم، انا افتكرت موقف دلوقتي كان بعد المشكله طبعا اللي حصلت ما بين اتحاد الكوره ومارك كلاتنبرج اللي هو كان رئيس لجنه الحكام، واللي حصل على صفحات الجرايد او التقارير الاوروبيه، ديلي ميل وميرور وجارديان، كل اللي حصل ده حصل. كولر نشر صوره بعدها على طول على انستجرام وهو قاعد مع ست بسيطه جدا، وكتب تحتها كلمتين. توقيت الصوره بتوقيت الكومنت اللي هو كتبه كان مثالي جدا جدا، كان ذكي جدا جدا، وبنسبه 1000000% كان مقصود، ما كانتش وليدة الصدفة تماما. في حركة وطنية جدا. لا بجد حلوة كانت منه فعلا. ولا الأمور اللي زي دي يا كريم هي تبان صغيرة مثلا عند البعض، لكنها بتكسب بيكسب حب الجماهير. وعلى فكرة جماهير عموما، جماهير المصرية مش جماهير النادي الأهلي بس. فلما الاقي موقف زي ده من مدرب أجنبي، بالظبط من مدرب أجنبي ما بقالوش فترة طويلة موجود في مصر، وينشر صورة زي دي بعد كلام ما كانش حلو في حقنا، فلا هي مقصوده. بيكسب بيها حب الجماهير، بيكسب بيها تعاطف الجماهير، بيكسب بيها ثقتهم كمان. عارف كمان، عارف اللي هو بيعمل له جيش، يعني يوم ما يحصل حاجه هيلاقي برضو. هو مش اول واحد يعمل كده يعني، عبر التاريخ على الاقل في اخر شويه سنين كل المدراء الفنيين الاجانب بيبقى لهم النوع ده من التواجد وسط الجماهير المصريه. فاكره مثلا مستر كوبر في وقت من الاوقات كان مثلا عادي جدا تشوفي له صوره وهو قاعد بيضرب مثلا طاجن بفهم ازاي مش عارف ايه بالايه، يعني في حاجات كده معينه بتحصل وفعلا تحسيها ان هي مقصوده. لا هي بتبقى مقصوده طبعا بنسبه 1000000%، هي مقصوده. بس يعني خلينا نقول ان مش كله، لان يعني ما في عندنا مدربين اجانب في مصر وما شفناش منهم مثلا. انا مش بقول ان هم كان لازم يعملوا خالص، بس انا بقول لك انه لا مش كل المدربين تفكيره يعني بالظبط كده. فهي انا شايفه ان دي كانت لفته ذكيه منه جدا جدا، وقدر ان هو يكسب بيها ثقه وحب الجماهير. طيب قبل ما نختم، حاجه ثانيه كنت عايزه اتكلم فيها بس سريعا جدا استاذه منى، بتشوف ازاي دلوقتي ترتيب الدوري المصري والتنافسية اللي موجودة ومقارنة بالموسم اللي فات؟ لو اتكلمنا الموسم اللي فات برضو إلى حد ما كان الثلاثة الأوائل يعني خلاص معروفين قبل ما تبدأ أصلا أو ما يبدأ الموسم، لكن الموسم ده مختلف، وقلنا ده من البداية مع التدعيمات الكبيرة جدا والصفقات وغيره، وحتى الصفقات مش بس في اللعيبة، في المدربين. ابتدى الدوري المصري يبقى ليه شكل مختلف، الترتيب حتى هذه اللحظة مختلف تماما أو يمكن غير مسبوق، فبتشوفي ده إزاي؟ فعلا ترتيب الجدول مع كل، بعيدا عن الاهلي ان شاء الله، يعني مع كل جوله بيحصل فيه فرق بتطلع بالظبط كده، فرق بتطلع فرق بتنزل، في 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 فرق وفي مدربين حاطين بصمتهم صراحه في الدوري جداً. السيزون ده سيراميكا عامل سيزون بالظبط، عامل سيزون كويس، فيوتشر عامل شغل كويس برده في السيزون اللي احنا فيه ده، وبرده من السيزون اللي فات يعني برده كان سيراميكا وفيوتشر برده كانوا بارزين، برده البنك الاهلي ماشي بخطوة
خطى معقوله، المقاولين العرب مع برضو كابتن. لا شفنا طفره في الفرق بصراحه. بالظبط وهي بس انا عندي مشكله، هي يعني دي دايما اللي بتعمل ازمه. احنا بقينا اصلا ننسى مين اللي بيدرب مين، بيدرب ايه، عشان بيتغيروا كتير. ازمه حقيقي والله. مدرب في عدم استقرار من الحته دي، ويمشي ويرجع تاني ويمشي ويرجع تاني. الموضوع ده صراحه يعني احنا كان في شغل، احنا بقينا بنتلخبط. معاك حق فعلا. ده الجماهير نفسها اللي هي بتشجع الفرق اللي بيحصل فيها كده، هي نفسها بتتلخبط وبتقفي على الموضوع ده. بالظبط. نورتينا كالعاده، بنسعد دايما بوجودك يا منى. نورتينا، شكرا جزيلا ليك. نورتينا طبعا يا منى، وهنشوفك قريب تاني باذن الله. هنروح فاصل ونرجع نستكمل فقراتنا بحضراتكم، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. اللي من حضراتكم بيتابع 10 الصبح في الاهلي بصفه دايمه بشكل مستمر اكيد خد باله ولاحظ ان احنا شبه يوميا انا ونهاوند بنتكلم مع حضراتكم وبنعرف حضراتكم اخبار، كلها اخبار بتكون حلوه عن تفوق كتير جدا من اولادنا وبناتنا في رياضات بعيده بقى عن كره القدم، في رياضات مختلفه محليا وقاريا وحتى عالميا. وبالمناسبه احنا عندنا الفتره اللي جايه ان شاء الله اكتر من بطوله بنستعد لها في الالعاب الاخرى، هنتكلم عن هذه الاستعدادات ولا سيما طبعا باريس 2024. دي من ضمن الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده، الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلا. وبكون مبسوط وانت وانا معاكم. منور الدنيا. منورنا طبعا. وزي ما بنتكلم احنا عندنا تفوق بجد في رياضات استاذ شادي الفتره اللي فاتت، رياضات كتيره جدا حتى على المستوى الفردي او الجماعي ما كناش نسمع عنها زمان كتير. ده بيسعدنا ان انت كمان بتستضيف بطولات عالميه عندك في مصر، ومش بس بتنظمها، انت بتشارك فيها وبتاخد ميداليات وربما كمان ذهبيه. وكلمنا عنها مثلا زي الريشه الطايره، اتكلمنا عن السلاح، اتكلمنا عن الشيش، يعني في رياضات كتيره. نبدا بانهي رياضه اللي عامله بومينج شويه او اللي هي متالقين فيها؟ تحب تبدا بانهي؟ احنا عندنا كل حاجه النهارده. زي ما حضرتك اوضحتي احنا الرياضه المصريه في يعني زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده بتعيش فتره ازدهار على مستوى تنظيم البطولات وعلى مستوى النتائج في مختلف الالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم. لو احنا اتكلمنا عن مثلا الجودو لسه في خلال بالامس يعني كان في ختام بطوله اوروبا المفتوحه، مصر قدرت اللي هي تحقق ميداليتين فضه ليوسف سامي في وزن 60 كيلو وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كيلو. بالظبط. دي من ضمن الحاجات. برضو الجودو زي ما احنا عارفين في طوكيو كانوا حققوا ميداليتين برونز عن طريق هدايا ملاك وسيف عيسى. جودو بيسير يعني الاتحاد بخطى ثابته. والتايكوندو كمان الحقيقه. بالظبط. التايكوندو ده برضو من ضمن الالعاب اللي هي يعني مقام حاليا في العاصمه الاداريه بطوله مصر الدوليه في نسختها السابعه، وفي البطوله النسخه الاولى هتبقى للبارا تايكوندو زي ما احنا عارفين التايكوندو البارالمبي يعني. أيوة. ومصر كانت عن طريق محمد الزيات كان قدر اللي هو يحقق فضيه في طوكيو. سلمى علي لسه محققه لقب بطوله عالم في ميداليه فضيه. فبالتالي برضو التايكوندو عندنا بطوله اسمها بطوله كاس الرئيس الاتحاد الدولي، دي تعتبر تصنيفها في التايكوندو البطولات بتتصنف جي 1 جي 2 كده على حسب النقط لحد جي 14 اللي هي بطوله العالم. جي 2 دي 20 نقطه، فبالتالي هتشهد مشاركه العديد من ابطال العالم. دي من ضمن الاحداث الرياضيه المقامه حاليا. في السلاح كان سلاح السيف لسه واخدين سابع في بطوله العالم. في هننظم مصر ان شاء الله في اعتقد في اخر فبراير بطوله كاس عالم للسلاح. جميل. الشيش رجال وسيدات. نتمنى ان شاء الله ان البطوله، انا ما عنديش شك على الجزء التنظيمي، النتائج بقى هي اللي يعني بتحسن الجزء التنظيمي. احنا يعني حضرتك قلت من شويه كلمه ان حصلت طفره في الفتره الاخيره على كل الاصعده زي ما حضرتك كنت بتفند من شويه، ومنها طبعا حسن استضافه وحسن تنظيم الفعاليات الدوليه والبطولات العالميه. طفره بالشكل ده وعشان يبقى لها انعكاسات ملموسه وكلنا ناخد بالنا منها ونتكلم فيها، معناها انها اكيد ما كانتش صدفه، اكيد هي نتيجه او وليده امر ما. في رايك ايه اللي حصل فبقينا احنا دلوقتي بصدد هذه الطفره؟ زي ما بقول لحضرتك هي دلوقتي كل اتحاد كان المهم عنده اللي هو لما بيحط البلان بتاعته او الخطه بتاعته يلاقي زي ما بنقول ايه الجزء المادي اللي ينفذ بيه. ما فيش حد عايز يفشل يعني، خلينا متفقين صح كده؟ فكل اتحاد من رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الاداره لحد اصغر لاعب في الاتحاد عايز يحقق نتيجه كويسه،
اولا للبلد، ثانيا لنفسه. فبالتالي لما لقينا بقى الشركات ابتدت تبص للرياضيين، ابتدت تعمل رعايه ليهم، فبالتالي كل الاتحادات خلاص ابتدى يشوف اللي هو لما البطل بتاعي بيكسب. ما خلي بال حضرتك انت دلوقتي احنا بنتكلم على اتحاد التايكوندو ليه؟ مثلا عشان سيف وهدايا طبعا بطول اولمبيكس لعبوا وعملوا انجازات بالظبط. الجودو نفس الموضوع، السلاح والخماسي عشان البطولات وكؤوس العالم اللي بتتحقق. فبالتالي كل اتحاد كان بيخطط لبداية من بطولات عربية، بطولات أفريقية، بطولات عالم للأولمبيكس. كل خطوة بتتحقق بيديله دافع للخطوة اللي بعديها، بتخلي وزارة الشباب والرياضة والدولة والرعاة والشركات تبتدي تبص على الاتحادات دي. فبالتالي ابتدى كل، يعني هي النقطة اللي أنا بشتغل وعايز أنجح فنجحت، فعايز اكمل النجاح ده. الدعم من وزاره الشباب والرياضه والدوله والشركات دعم مهم، و هو الاساس بالظبط بالظبط. يعني على ذكر بس بدون ذكر اسماء، احد البنوك كان لسه من اسبوعين كان بيعلن عن حمله رعايه لاكثر من 10 لعيبه في رياضات فرديه. يعني دي حاجه كويسه. أكيد. اللعيب حتى نفسه هو بيبقى بدايه موسم وبدايه العام عارف ان هو البلان بتاعته البطولات، البطولات الفرديه بتتحدد على حسب اهميه البطوله، يعني مش يلا هنلعب كل البطولات نسافر، لا انا عايز ايه؟ عايز ازود احسن تصنيفي الدولي، يبقى هلعب بطولات كتير ليها نقط كتير عشان ابتدي احسن التصنيف، عايز اكسب بطوله عالم او كاس عالم فبالتالي بعمل اعداد كويس. فكل الحاجات دي خلاص بقت متحدده، كل الحاجات دي بقى عنده السيوله الماديه والدعم اللي هو يحققها، فالطريق يفضل ماشي. ونتمنى ان شاء الله لاي بطوله تتنظم في مصر زي ما قلت لحضرتك على الجانب التنظيمي ما بيبقاش عندي شك فيها، اتمنى بس اللي هي تقلل بالنتائج الجيده لكل الالعاب وكل الرياضيين. طيب المهم عندي انا بقى كجماهير مصريه واكيد كدوله مصريه ان انا اللعيبه بتاعتي تتالق على مستوى البطولات المختلفه على مدار العام، ولكن المصلحه في الاخر تصب في الاولمبياد. انا عندي دلوقتي 2024 باريس ان شاء الله، ولازم اكون بستعد لها يعني اول ما البطوله الاخيره خلصت، مش هستعد لها من دلوقتي، واعتقد ده اللي المفروض يكون بيحصل علشان اقدر اقول ان انا داخل باريس بقى 2024 بنتائج افضل. لان انا كل مره بشارك بالمناسبه بنقول واحنا ليه ما بنحصلش على ميداليات عددها اكتر من كده، بيبقى في اكيد مشكله. هل احنا دلوقتي بمنتهى الصراحه وبمتابعه حضرتك استاذ شادي لهذا الملف، هل احنا شغالين مع الاتحادات مع الوزاره مع ابطالنا على تذليل كل العقبات، حتى ان انا اقول دلوقتي انا داخل 2024 ديفينتلي او بالتاكيد عدد الميداليات المصريه هتكون مضاعف كانت في طوكيو، هل اقدر اقول ده؟ طيب خلينا بس نتكلم ان احنا الستيب الاولانيه حضرتك عارفه ان كل الرياضات بيبقى ليها تصفيات متعلقه بالاولمبيكس، يعني كل مؤهله بالظبط اللي بتاهل. فاحنا اول ستيب اللي انا اكسب التصفيات دي، سواء بتبقى يعني مين اللي هتبقى على الصعيد الافريقي عشان اضمن مشاركتي دي في الاولمبيكس. رائع. عملت لنا الستيب دي، يعني الوحيد في مصر حاليا اللي ضمن تاهله في باريس هو عزمي محلبه، الرمايه سكيت هو الوحيد اللي ضمن مشاركته في باريس. يبقى احنا دلوقتي اتحاد الرمايه اكيد شغال على النقطه دي، ان وعزمي بيلعب كؤوس عالم وبطولات عالم، بيحقق نتائج ما بين ذهب ما بين فضه، فوزه ببطوله العالم هو اللي اهله للاولمبيكس. فبالتالي اتحاد الرمايه شغال على البوينت دي، اللي انا بقى خلاص انا ضامن ان عزمي موجود، عايز ازود عدد اللعيبه وعايز اعمل له برنامج اعداد اللي انا اضمن بيه اللي هو يحقق ميداليه. كويس. النقطه الاهم زي ما بقول لحضرتك، احنا بيجي بقى البعثه المصريه عددها قد ايه كذا، كل اتحاد المفروض بيقدم للوزاره واللجنه الاولمبيه متوقع كام ميداليه. في اتحادات عشان نكون صراحه التاهل للاولمبيكس والمشاركه هو ده اللي بيبقى ايه يعني الماكسيمم بتاعه، عشان يحقق ميداليه دي هتبقى طفره. في اتحادات لا ما ينفعش تقل عن ميداليه، يعني الجودو انت اوريدي حققت برونزيتين فلازم هتحقق بقى تحاول تخش تلعب على الميداليه الذهبيه او الفضيه. فبالتالي كل اتحاد لما بيجي يقدم العدد الميداليات بتاعته برضو احنا مش هتبقى كده يعني هباء، يعني بس شكلها مش حلو لما رئيس الاتحاد يقدم ورقه فيها توقعاته بعدد الميداليات اللي هو هيحققها في الاتحاد وهو بيرقصه ميداليه واحده. ما هو ده دي اللي انا كنت هقولها، ان احنا كوزاره او كمتابعين او كاعلام بنبقى عارفين الكلام ده
فاليد ولا كلام يعني شو. هو بيقدم حاجه وهو عارف ان هي اتس نوت فاليد او بوسيبل حتى ممكن انا كرئيس اتحاد يعني انا كرئيس اتحاد يعني حتى باي قلب تقدم لنا او تقدم للجهه المعنيه. طب اقول لحضرتك على حاجه، ان انت طموحاتك واقفه عند ان شاء الله ربنا يكرمنا بميداليه واحده ليه؟ ما هي البوينت انت برضو زي ما بقول لحضرتك في اتحادات بتقول انا هدفي ان انا اوصل للتصنيف الخامس او المركز الخامس، ده بيبقى الماكسيمم بتاعه مقارنه بالمستويات العالميه والابطال. يعني كاتحاد تنس طاوله عمر عصر في طوكيو قدر اللي هو يحصل على المركز الخامس. لو احنا قلنا قبل ما يسافروا كان اتحاد تنس طاوله مقدم او في البلان بتاعته اللي هو هيبقى فيه لعيب جوه الثمانيه، ده بكل صراحة. لكن اللي حصل جوه البطولة للقرعة برضو بيبقى عليها عامل. الألعاب الفردية بتعتمد من اللي على القرعة بصورة كبيرة. القرعة لا طبعا لها عامل، ومش عامل سهل، عامل كبير جدا. بس على النقطة التانية أنا لازم أكون رايح ومؤهل نفسي واللعيبة بتاعتي متأهلة بشكل كبير. وعشان التأهيل ده يحصل برضو أستاذ شادي يتفق معايا، لأن أنا وكريم اتكلمنا في النقطة دي كتير جدا، بيبقى في بعض الأبطال عندنا عندهم مشاكل وما لا تحل، يعني بيتم تسكينها فقط. فأنا علشان أوصل أبقى عندي أكتر من ميدالية ذهبية أو فضية لازم أشتغل على ده من قبل ما اللاعب اصلا يشارك في اي بطوله مؤهله لباريس 2024. تمام. يعني هي ستيبس. هنرجع للنقطه بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها، المشاكل بالنسبه للاعبين اللي هتبقى مينلي بعيدا عن طبعا الاصابات لا قدر الله والكلام ده. لا دي حاجات لو بنتكلم تانية. على انا كلاعب لو عندي مشكله متعلقه بالجانب النفسي ان انا مش قادر اعمل برنامج الاعداد اللي انا عايزه. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان بقى فيه السبونسرز وبقى فيه مش في كل الاتحادات ابدا الكلام ده. ما هي السبونسر ده على استحياء كده في بعض الالعاب. بس مين يعني خلينا نتكلم، طب مين الالعاب او الرياضات اللي احنا بنتارجت اللي احنا نحقق فيها ميداليات في الاولمبيكس؟ اقول لك على حاجه، احنا في 10 الصبح في الاهلي قبل كده استضفنا عشرات المرات ابطال في رياضات مختلفه. بس خلينا نقف عند الرياضات العنيفه شويه، حاجه زي الملاكمه، رفع الاثقال، كمال الاجسام، والنوع رفع الاثقال بقى في سبونسر. انا ونهاوند سالناهم غير لما كان الرد فعلا يعني بيحاولوا حتى يتحايلوا على الاجابه. ده ملف التغذيه لوحده كان محتاج سبونسر. يعني انا طبعا بتفق مع حضرتك ومع كريم في البوينت. احنا بنحاول نلاقي حل يعني مش في فكره اللي هو دلوقتي يعني مثلا كان زي ما حضرتك قلت اتحاد رفع الاثقال مثلا بقى في سبونسر للاتحاد دلوقتي. فبالتالي الموضوع هيبتدي. ابتدى امتى السبونسر من 4 شهور؟ طب ده حديثا. رائع. حديثا. حلو جدا. ما ده اللي انا بتكلم فيه. العاب القوى، مين السوبر ستار بتاع العاب القوى؟ بسنت. طبعا بقى فيها بقى ليها سبونسر دلوقتي، مش واحد لا بس واحد بسنت من بعد البطوله بتاعي بعد البحر المتوسط. بعد الميداليتين بتوع البحر المتوسط. على ذكر حضرتك برضو اللي احنا بنحدد بناء على ايه؟ يعني بسنت وصلت طوكيو كان متوقع ان هي تعمل نتيجه كويسه، مش هنقول هي تحقق. حصل الاصابه قبل السفر. ده خارج الاصابات دايما خارج يعني اللي انا اقصده يعني هو دي من ضمن الحاجات اللي الاتحادات بتبقى انا محدد اللي انا عايز احقق ميدالية. رفع الاثقال قبل مثلا ساره سمير بطله عالم واخده 3 ذهبيات في ميزانها. الميزان اتلغى في الاولمبيكس. لا دي حاجات خارجيه احنا طبعا ما نقدرش نتكلم على اساسها. ولو في اي رئيس اتحاد اتكلم على اساس ان هو حاطط ارقام معينه والارقام دي كان اسباب منها حاجات خارجيه فاحنا ما نقدرش احنا نتكلم. لكن ان انا احط ارقام معينه ولا تليق بالمستوى اللي عندي ولا الابطال اللي عندي يبقى فيها كلام. بالظبط. التاثير هو يعني انا لما اكون في نقطتين، انا اكون عارف اللعيبه بتاعتي مش هتحقق ده وما قلتش صراحه، دي مشكله. والمشكله الثانيه اللي يحصل تاثير من اللعيب نفسه او من الاتحاد في الاعداد. صح. فترات الاعداد مين اللي بيشرف عليها؟ اللجنه الاولمبيه. فبالتالي المفروض في حد بيفولو الموضوع وبيفوكس على الموضوع. اللعيبه ما اظنش ان في لعيب بيبقى عايز ده، خلاص ده الحدث الاهم في حياه اي طبعًا رياضي. طبعًا. الاولمبياد طبعا. فبالتالي انا بطلع كل اللي عندي. لكن زي ما قلت لحضرتك القرعه عليها عامل، الحالة البدنية والنفسية المتعلقة بمكان إقامة البطولة عليها عامل، استعدادي أنا النفسي، فدي من ضمن العوامل اللي هي بتبقى ليها تأثير. طيب رجوعا برضو لحتة الرعاية والرعاة وفكرة جلب سبونسرز، حضرتك بتقول إن يعني من ضمن المستجدات في الفترة الأخيرة في اتحادات بعينها إن بقى في راعي أو أكتر، بس هو راعي للاعب أو راعي للاعيبة ولا راعي للاتحاد؟ يعني رفع الأثقال يعني هو راعي للاتحاد مثلا او ايا كان الاسم. تعال نضرب مثلا بسنت بقى نتيجه نجاح مدوي في بطوله ما مؤخرا بقى عندها راعي. طب ليه ما يبقاش في راعي
كصناعة نجوم يبقى عندنا 50%. صناعة أبطال قصدك من البداية. أنا فاهم قصد حضرتك. يعني رفع الأسكوال السبونسر بتاعه ده سبونسر للاتحاد. حلو. السبونسر حضرتك لباسان بيبقى فيه انديفيدوال. يعني مثلا عمر عصر في تنس الطاوله هو اللي سبونسر زي هنا جوده عندها برضه سبونسر والسكواش نفس الوضع السكواش نفس البوينت طبعا. ما بيبقاش سبونسر للاتحاد الاتحادات اللي متوقع ليها بنسبه كبيره تحقق ميداليات في الاولمبيكس هتلاقي حضرتك اللي هي السبونسرز بتجري عليها حاليا يعني التايكوندو والجودو ليهم سبونسر الخماسي طبعا ليه سبونسر السلاح كذلك طب احنا لو اتكلمنا عن الخماسي الخماسي معلش حد قبل طوكيو كان يتوقع ان احمد الجندي يحقق ميداليه ما يعني وهي مش صدفه لا هو يعني اللي يعني اللي متابع بتبقى حاجات حلوه بقى دي بتبسطنا يعني حتى لو مش في الحسبان بس طبعا العدد ككل لو تتفق معانا استاذ شادي بص تستحق اكثر من ذلك خصوصا انت بتتكلم الفتره اللي احنا بنشهدها فيها طفره فعلا في ملف الرياضه سواء الرجال او السيدات فده يخليك تقول طب وانا ليه ما بجيبش اكتر يعني الواحد بيبقى بس غيران اه طبعا يعني. طبعا بس حابب بس اوضح لحاجه احنا لو بنكمبير بين مثلا طوكيو وريو خلي بالك طوكيو جت بعد الكورونا بس على كل جت بعد الكورونا يعني ما جتش علينا احنا تمام بس. ما هو تمام بس هي النقطه خلينا متفقين برضو ان الاستعدادات ليه يعني نقولها صراحه يعني بتبقى بره مختلف عن هنا ما هي دي النقطه اللي يعني انا كده رجعتنا لاصل المشكله بعد بس وين. الموضوع اختلف بعد طوكيو اوكي يعني ان شاء الله متوقع في باريس 2024 بس نعدي لان معظم الرياضات هيبقى ليها التصفيات في 2023 فاحنا ان شاء الله لو ربنا كرم وعملنا حلقه كده في اول 24 نتكلم على مين اللي صعد او مين اللي تاهل للاولمبيكس ومين ان متوقع يكسب ميداليات ان شاء الله هيبقى العدد اكبر ان شاء الله طيب برضو ما نقدرش ننكر ان في الفتره الاخيره بقينا بنشوف أسماء استجدت على الساحة الرياضية لأبطال وبطلات في رياضات مختلفة تمام هل دول ممكن نعتبرهم ان هم انعكاس ما للمشروعات القومية للموهوبين او لمشروع القومي لصناعة البطل الأولمبي طبعا طبعا مشروع مهم جدا واتحادات استفادت منه جدا وافرز ابطال مهمين جدا المشروع لازم يكمل والنقطة الثانية زي ما قلت لحضرتك الالعاب يعني الشهيده رفع الاثقال من ضمن يعني النجوم اللي اظهرتها محمود حسني بطل عالم كان بيتمرن في جراج دلوقتي بقى ليه سبونسر بقى ليه البلان ليه عشان يفضل يكسب بطولات عالم وهو في مرحله الناشئين والشباب وبعد كده ان شاء الله بطولات عالم للكبار فلا المشروع افرز اسماء عديده جدا في كل الرياضات المصارعه رفع الاثقال تنس طاوله كل الالعاب الفرديه قدر المشروع القومي للموهوبين والبطل الاولمبي لا مشروع مهم جدا واتمنى برضو ان الوزاره عارف حضرتك تماركت تعمل ماركتنج للابطال دولت عشان يجي لهم هو الفاندنج للنوع ده من المشروعات بيبقى فاندنج حكومي يعني الدوله بيبقى كذا جهه منها وزاره الشباب والرياضه بالظبط بس ما بيبقاش في مساحه لوجود رعاه من حتى لو كشركات وطنيه او بنوك وطنيه هيبقى ليها اوكي هيبقى ليها بس عارف حضرتك ما هي النقطه في زي ما اتفقنا لا زي ما اتفقنا لو انا جيت لحضرتك وانا لسه معايا زي ما بيقول كده البلان الاولانيه ايوه غير لما اجي وبقول لك ده في كذا وبيكسب وكذا وكذا اكيد اكيد صح؟ خلينا برضو متفقين لان حتى الشركات الوطنيه والبنوك الوطنيه مش هتفند يعني هتدفع فلوسها بس في حاجه فاليد قدامها بس فهي دي النقطه ان لا المشروع جاي جدا وما تدفعش ليه في تصنيع حاجه تبقى فاليد في يوم من الايام يعني ليه تبقى يعني ريسك ممكن ليه يعني بالذات الكيانات الوطنيه ما ينفعش نتعامل معاها زي الشركات الخاصه او القطاع الخاص في بند الرعايه ان هو مثلا بيشوفوا ان ايه استاذ شادي نور في بطوله معينه فنرعى استاذ شادي لوحده انت فاهم ازاي وطبعا في مصلحه متبادله لكن هم بيدوروا على يعني عايزين ياخدوا السكسي من نجاحك فقط لا غير ما تقاليش ان تبقى داخله في النيه تصنيع او يعني ايجاد لا يعني. اختلفت من ناس لناس يعني مثلا السبونسرز بتوع هنا مع هنا من وهي عندها 13 او 12 سنه
هم شايفين في حد تالنت او باين خلاص من قبل، من يعني سنتين ثلاثه يعني. بالظبط بالظبط، من سنتين ثلاثه انا 15 سنه ما شاء الله. كل ده كم سنه؟ انا 15 سنه ما شاء الله، بس هي طولت شويه الحمد لله. ما شاء الله عليها، جميله جميله. ما شاء الله. فبالتالي لا، هي اوريدي الناس هيك حاجه يعني. بس البدايه كانت مع مين؟ ما كانتش مع السبونسرز، كانت مع والدتها والنادي الاهلي. بس في عين شافت اللي ده كاليبر هكاتشم او لازم اصطاده دلوقتي لانه هيضيع مني. في بقى ناس لا، لازم اشوف النتيجه، لان برضه هقول لحضرتك في الالعاب دي مش يعني، لو حضرتك بتقول كل يوم مثلا بتتكلم كام برنامج، كام واحد بيتكلم، الناس دي السبوت بيجي عليهم بعد الاولمبيكس، بعد البحر المتوسط، بعد بطوله عالم. صحيح. طول السنه منسيين. فبالتالي حتى مع السبونسرز نفسهم بيفولوا مين. بس السبونسر ده دايما احنا بنتكلم فيه ك يعني مساعده، الاساس المفروض يكون في الاتحاد، يعني الاتحاد هو الاساس، بعد كده نشوف السبونسر عشان ادعم اكتر. هل انا لما اجي اتكلم دلوقتي عن الاتحادات المختلفه، هذا ليس انتقادا بجد، انا بحاول افهم، بحاول لو في مشكله نساعد، لان احنا قناه مهمه ممكن من خلالنا يتم سماع الصوت، يتم توصيل صوت الابطال اللي كانوا بيقولوا هم اللي بيتكلموا، احنا بننقل عن لسانهم. فهل دلوقتي الاتحادات برضو بالمشاكل اللي بيواجهها بعض الابطال بيبقى في لغه وصل، مش بس الدعم المادي او النفسي، انا بتكلم فيه بتبقى مشاكل اخرى، حاجات اداريه، حاجات داخليه، بس في الاخر بيطلع منك ان مصر هي اللي بتتاثر، يعني في النتيجه في طيب. الاخر ان مصر هي اللي بتدفع الثمن. طيب. حضرتك فاهمني؟ تمام. بص هقول لحضرتك، طيب خلينا نتكلم يعني ايه رقميا شويه، مش هتبقى حاجات دقيقه، بس ايه بحط حاجه. تمام. احنا دلوقتي لو اتكلمنا عدد المشاكل اللي كانت بتظهر ما بين بعض اللاعبين او بعض الابطال واتحاداتهم، لو قارناهم مثلا كانت بتظهر بصوره كبيره جدا الفترات اللي فاتت، ابتدت تقل. بس لسه موجوده بشكل كبير، بس لا، وشفناها مع مصطفى عسل، وشفناها مع حد من العاب القوه، وشفناها في السكواش، يعني شفناها بس عدد اقل. ممكن كان البيز دايما القاعده الاساسيه كانت مشاكل كتير جدا للاعبين رفع الاثقال والمصارعه والجودو والتايكوندو مع اتحاداتهم بسبب حاجات ممكن تكون خارجه عن ارادتهم، متعلقه بعدم توفير السيوله الماديه، بعدم قدره الاتحادات على سفر الفرق للمعسكرات الدوليه. الموضوع لا ابتدى يقل جامد. تطرقنا مصطفى ده عشان القياده السياسيه اتكلمت على اهميه الرياضه بالمناسبه، ولا عشان يعني عشان المعسكرات ولا ايه؟ يعني لا لا لا، القرار جه من فوق، يعني اهتم بالملف ده، فابتدت الناس تركز في الملف ده، وده على فكره شيء مش وحش، يعني ده شيء كويس ان ابتدى الدنيا تصحصح. ده كتر خير الدنيا اللي ده النهارده. لا لا بتكلم كتر خير الدنيا اللي ده حصل. هو اللي اتكلم بس لا 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 لا، صح ولا غلط كلامي؟ صح صح. وانا اتكلمت في الاول قلت لك على حوار الدعم الدوله ودعم الحكومة. هو الاساس. ما هو هقول لحضرتك على حاجه، خلينا برضو يعني نتكلم بصراحه دلوقتي، لما رئيس الدوله يقول اهتموا بالفايل بالملف الفلاني، صح كده؟ لازم. بس هي النقطه برضو في ايه، ان انا ههتم مجرد اللي انا ببين اللي انا مهتم، ولا بهتم عشان اطلع؟ ما انا لما بهتم بطلع، لان انا عندي، احنا اتكلمنا ده في مصر، انت عندك كوادر عظيمه طبعا، وبدليل نجاح اللي هو المشروع القومي للبطل الاولمبي، لما انا نزلت ودورت في القوى والكره والاماكن اللي لا يمكن تتوقع، واديت فرصه للي مالوش فرصه، شوف قد ايه استغلها ونجح ولسه يعني. فده كمان احنا بنتكلم في البدايات بس، فهي دي هي. بص انا متفق معاكي جدا جدا، ان لو يعني احنا المفروض نبقى احسن من كده بكتير، بس هي النقطه بنشتغل ولا لا؟ صحيح. لا احنا بنشتغل دلوقتي. صح. بصراحه الحق. طب احنا متفقين على دي؟ طبعا. طيب الناس اللي بتشتغل من حقها ان الناس تبتدي تعرفهم وتتكلم عليهم ولا لا؟ دي بتحصل. فبالتالي كل لما هلاقي الاهتمام بيزيد، بدل زي ما بقول لحضرتك انا العاب القوه مثلا على سبيل المثال يعني، بدل ما الاقي لا، في اسراء عويس برضو بطلة في الوثب الطويل قادمة بقوة، فبالتالي لما إسراء تعمل بقى البوم الجامد هتلاقي سبونسر جاي، فواحد اتنين تلاتة هتلاقي السبونسر جاي للاتحاد. النقطة إن الدعم، خلينا برضو متفقين، أنا كدعم اتحاد، ما خلي بالك الاتحاد الدعم اللي بيجي مش بيبقى للمنتخبات الوطنية بس، صح؟
بيبقى للعبة، بيبقى للعبة كلها، ويتم مفروض تنظيمها بشكل معين وتوزيعها بشكل معين وزيادتها في بعض الأحيان يعني أكيد. بالظبط. هي بقى في اتحادات بتحسن التصرف وفي اتحادات لا. الاتحادات اللي لا دي فريق الكوره اللي تمشي مع فريق كوره قال لك واتحادات لا، وفي نفس الحركه وفي نفس اللحظه صح كده. اللهم صل على كده، تفاهم ملحوظ. في تفاهم بيني وبينك عشان واضح ان الحلقه دي هتخلص على خير ان شاء الله مع بعض. بس هي مكان ما هتروح انا يعني احنا مع بعض. هي هو طبعا شرف ليا ان انا ابقى معاك، بس نبقى في حته سهله. لا لا هنبقى بصي واعذريني يعني. لا لا اتفضل. بس انا بتكلم ان مش كل اللي بيشتغل بقلب. ده في كل المجالات، في كل المجالات. اللي بيشتغل بربع قلب يقعد على جنبه ويجيب حد من ابو قلب كامل وهو اللي يدير الملف. ما هي بقى النقطه ان اللي بيختار. خلي بالك اللي بص احنا هنخش في حته. هقول لك على حاجه استاذ، النهواند بتتكلم معاك فيه من شويه في جانب مفرح ومطمئن، فكرة ان القيادة السياسية وفكرة تصديها وفكرة ان هي تشير لملفات بعينها سواء اشارة مباشرة او غير مباشرة. لما كنا بنشوفه الساعة 5-6 الصبح رئيس الجمهورية والفريق المصاحب ليه على درجات هوائية وحاجات زي ده، جميل من ناحية، لكنه حزين من ناحية تانية. عارف حزين ليه؟ ان احنا كنا مضطرين نستنى لما القيادة السياسية تعمل حاجة زي كده، فان الاشخاص المعنيين يبتدوا يهتموا بالملف. على فكرة نفس اللي بتتكلم فيه نهواند ده حاصل بحذافيره على صعيد بقى مختلف. الناس اللي هم اصحاب اللي ذوي الهمم لسه حالا برضه رئيس الجمهوريه عشان اهتمامه الصحيح الصريح بيهم خلى الجهات المعنيه برضه تبتدي تهتم بيهم زياده. بالظبط. ده جزء حزين في القصه على طبعا فكرة. طبعا هقول لحضرتك على حاجه، البارالمبيكس معلش كان في حد بيتابع الاولمبياد بتاعه البارالمبيكس لما ابتدوا يجيبوا لنا بطولات وميداليات اعلى كمان من الاولمبيكس يعني. صح كده. فبالتالي هي زي ما بقول لحضرتك، هي النقطه ان الاتحادات بتحاول تعمل اللي عليها فعلا، وفي ناس بتشتغل بقلب، وفي ناس بتشتغل بدراسه، لكن على الجانب الاخر في ناس هي ماشيه، فهي ماشيه دي مش هتجيب نتيجه. بص هقول لك، ولو جت نتيجه هتيجي كده. على كل حال استاذ شادي، يعني الملف ده مهم جدا وكبير وفي تحسن، خلينا نبقى برضو صراحه، في مشاكل لكن في تحسن على ارض الواقع دلوقتي. انا ممكن اضيف حاجه سريعه؟ هقول لحضرتك أتفضل. طبعا، بس في الاول وفي الاخر انا هاخد من كلامك، اعتقد الفتره اللي جايه مش هيبقى في مكان للي مش هيشتغل بجد، يعني هي دي النقطه اللي احنا لازم كلنا متفقين عليها. انا كنت حابب اضيف بس على سبيل الذكر، يعني اتحاد كره السله مش ده اتحاد جماعي طبعا، وكان البطولات الـ يعني الدوري المصري ابتدى يتحسن جامد جدا، وابتدت الاهلي والزمالك يلعبوا بطولات افريقيا والاتحاد تمام. الاتحاد عمل ايه؟ في كميه ايفنتس اتنظمت في مصر متعلقه بالان بي اي والبي ال مهوله. مردودها كان ايه؟ عرفت تجيب مدرب بقيمه روي رانا. انت دلوقتي التصفيات خلاص، الويندو الاخير، المرحله الاخيره هتتلعب ان شاء الله، نكسب ماتشين باسم. عايز اقول لحضرتك انت كسبت تونس بطله افريقيا في تونس، وانت اصلا بطوله افريقيا 2021 انت كنت ال 11. ده كده اتحاد، دي اخبار مفرحه على فكره. ده اتحاد بيشتغل. لا بيشتغل على صح كده. صح. نتمنى ده يعمم بقى على الكل. ما هي دي بقى، هي دي وهيحصل باذن الله. هيحصل اتحاد الهاندبول نفس الموضوع. صحيح. اتحادات الالعاب برضو الجماعيه بعيدا عن كره القدم العين عليها اكتر من احنا كده كده. للحديث بقيه، لان احنا للاسف الشديد وقتنا انتهى بالفعل، بس ان شاء الله نكمل الكلام، لان دي ملفات كلها في منتهى الاهميه وكلها في مصلحه البلد في الاول وفي الاخر. احنا بنشكرك جزيل الشكر يا شادي على وجودك معنا. بالتوفيق طبعا لكل الاتحادات وكل الرياضيين بتوعنا، ونتمنى باريس 2024 يكون في ميداليات ذهبيه بقى اكتر وفضيه اكتر. على هنا بنتكلم اولمبيكس والبارالمبيكس باذن الله. نورتنا يا استاذ شادي. انا متشكر جدا. لا بجد والله كانت فقره جميله. جداً. شكرا ليك. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم، هتكون الفقره اللي جايه فقره طبيه مسجله مع دكتور باهر السعيد ومعايا انا. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.